صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير والسعادة والرضا على ناس وأهل بلدنا، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. خلاص فاضل كام يوم على شهر رمضان، شهر رمضان الفضيل. روايح الشهر الكريم بدأت تهل علينا، الناس بدأت في الشوارع نشوفها كده بتعلق زينة رمضان والفوانيس وبتستعد للشهر المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير، ربنا يديم علينا أيام الخير والبركة. زينة يمكن واحدة من الطقوس اللي احنا متعودين عليها، كل المصريين متعودة في شهر رمضان تلاقي بقى بهجة في الشوارع، تلاقي بهجة في البيوت، الفانوس والزينة وحبان النور من العادات الرمضانية اللي موجودة في شوارعنا المصرية على مختلف أماكنها، موجودة في الحضر وموجودة في المدينة وموجودة في الريف وموجودة في النجوع وموجودة في القرى، موجودة في كل مكان. مش هتلاقي شارع غير ما تلاقي حبل النور وحبل الزينة ممدود من البلكونة للبلكونة. جميل. علشان الناس كلها تفرح وعشان الناس تبقى حاسة ببهجة وفرحة رمضان. الناس بتنزل تشتري فانوس، تنزل تشتري زينة قبلها بكام يوم، وكمان كان في ناس كتير متعودة انها تعمل الزينة بايديها. صحيح، جميل جدا. من منظر ومشهد احنا اكيد بنستناه من السنة للسنة، بهجة رمضان مفيش زيها بهجة وجمال، وروح الناس كمان بتبقى جميلة جدا في الشوارع كده وهم بيعلقوا الزينة والأطفال والفوانيس. فعلا أجواء مبهجة وجميلة. يا رب يكون شهر كله خير وبركة على حضراتكم جميعا. الطقوس الحلوة دي والعادات المصرية الأصيلة الجميلة دي، ده كمان بيخلينا نفكر إزاي نستعد نفسيا للصيام، إزاي نستعد لشهر رمضان المبارك. العبادة، قراءة القرآن، التقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر اللي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إن شاء الله كلنا نستمتع ببركة الشهر الكريم ويهل علينا وإحنا كلنا في خير وأمان. عايز أعرف بقى من مشاهدينا مين عنده ذكريات ومين عنده طقوس معينة مع رمضان. ذكرياتك من رمضان وانت صغير؟ ذكريات جميلة جدا طبعا منا، كلنا فاكرين. انت قلت لسه من شوية في يعني ساعات بنعمل زينة جوه البيت. انا فاكر مع والدتي رحمة الله عليها من فترة وانا صغير كنت دايما بنعمل ده، وكانت حريصة انها احنا ولادها نحاول نعمل الحبال الجميلة الصغيرة دي في البيت وفي البلكونة. طقوس ممكن تكون اتغيرت شوية، ايقاع الزمن اتغير، بقينا بنحط الفوانيس وحبال الزينة بتبقى جاهزة، لكن منظر جميل جدا شكل الفوانيس وألوانها المبهجة والفوانيس وهي بتنور شوارعنا والحواري والأماكن الكتيرة في بلدنا. والأطفال كمان شافوا الصورة حلوة ازاي، فكرة مبهجة ومفرحة. بقى في كده طقوس موجودة عند الناس، أول ما تبتدي تشوف قماش الخيامية وأول ما تبتدي تشوف النقوش بتاعة القماش الرمضاني الناس بتحس بالفرحة. كمان يمكن زمان أو أنا يمكن في بيتنا ما كانش متعودين إن احنا نحط زينة جوه البيت، كنا بنشوف الزينة في الشارع. لكن يمكن بعد شوية بقى بقينا نحط حاجات لها علاقة، نحط مفرش لرمضان، نحط كياس للمخدات او للكوشنز يعني باشكال رمضانيه. ابتدينا ندخل البهجه جوه البيت كمان مش بره البيت. كانت بتبقى حاجات مرتبطه بانها موجوده في الشارع، لكن بقى في حرص من الاغلب العام ان هو يحط مظاهر للبهجه والفرحه. والولاد كمان في المدارس بقوا يعملوا زينه بايديهم، بقوا يرسموا في الحصص بتاعه الرسم، يعني كل الحاجات اللي هي لها علاقه بالارت. ربنا ما يصححنا عاده ابدا، عاده رمضان والاستعدادات قبل رمضان، البهجه بتبدا من قبل رمضان. يا رب كمان يبقى شهر كده كله خير وامان وبركه على المصريين كلهم وعلى العالم الاسلامي، ونحس كده بالامان فيه. هو شهر للراحه، شهر للهدوء والسكينه. الراحه هنا بمعنى الراحه النفسيه، لكن بالشهر راحه ان احنا ما نشتغلش، لا، هو شهر عمل والعمل عباده. وفكره اللي احنا دايما بنشوفها في كل رمضان انه لا انا مش قادر اكمل شغل في رمضان، تعالوا نتقابل بعد العيد نكمل اللي علينا او اللي ورانا، لا، هو شهر زي أي شهر في الدنيا. ربنا بيحث العباد على العمل، شهر عمل وشهر صوم، شهر تقرب إلى الله عز وجل، وشهر فرحة وخير ولمة حلوة. أهم حاجة إن احنا ممكن ننتهز الشهر ده إن احنا نرجع مرة تانية فكرة لمة العيلة على سفرة واحدة في ميعاد الفطار، ميعاد للسحور. فلازم كلنا كأهل بيت واحد نحاول، لو كل واحد مشغول في حياته في مدرسته في الجامعة، الأب والأم مشغولين مثلا في شغلهم، لا، يحاولوا يعيدوا مرة تانية منا الفكرة دي إن احنا نتلم
في على سفرة واحدة وناكل. اللمة دي ليها أهمية كبيرة جدا وبتأثر بشكل كبير جدا في شخصية أطفال. ربنا يديم لمة المصريين، ربنا يديم علينا الأمان اللي موجود اللي بيحسسنا بوجود شهر رمضان. مرة تانية صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر. ربنا يديم الخير والبركة والبهجة علينا جميعا. خلونا دلوقتي مع حضراتكم نصبح على زميلتنا لمياء حمدين، نتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الفل عليك لمياء. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبعودة علينا الشهر الكريم كل سنة إن شاء الله. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن المرور في مناطق مختلفة من مصر، ونبدأ جولتنا على طول من محافظة القاهرة بالتحديد من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو كثافات إنما نسبية. لو رحنا عند كوبري الجلاء هناك في سيولة مرورية ومكملة لحد طريق العروبة، وعند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري كمان الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري نفس الموضوع، نفس الموضوع برضو أعلى كوبري المطارية اللي جاي من الكابلات. بيشهد كمان نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم ورايح لميدان الأوبرا والعكس. كمان ظهر انتظام في حركة سير السيارات والمرور في شارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر. بالنسبة لطريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان ورايح للمعادي والمقطم هيكون في سيولة مرورية كبيرة. نروح للجيزة وشوارع الجيزة ونبدأ من شارع فيصل اللي طبعا بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي، وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ كبير في حركة سير السيارات، وبدأت تظهر بعض الكثافات عند منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة في شارع العشرين والحد الطلبية كمان، وللمتجه كمان لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق وحتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور بيشهد دلوقتي كثافات مرورية نما بسيطة قبل محور ميدان لبنان، للمتجه كمان لأكتوبر هيكون في سيولة مرورية هناك. لو رحنا لشارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للي جاي من كوبري فيصل ومتجه لمناطق الدقي. ظهرت كمان كثافات متحركة في محور صافة اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، ويفضل التوجه لعرابي، ونفس الأمر عند كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. خلونا دلوقتي نروح لمحافظة أسيوط وقدام مستشفى الجامعة، بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل ونلاقي هناك كثافات مرورية هتبدأ كمان تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. هناك في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للي قادم واللي خارج من محافظة أسيوط. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وهناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد في الوقت الحالي سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد بداية شارع 6، طريق الإسماعيلية الصحراوي كمان بيشهد سيولة مرورية للي قادم من المحافظة ورايح للقاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي في بعض الكثافات المعتادة في هذا الوقت. خلصت كده جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون دافي بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة هتكون على فترات متقطعة، وده على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 22 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 19 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث اللي معانا. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس وفد من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة النائبة إليسا كيرنز رئيسة اللجنة، وحرص الوفد البريطاني على الاستماع لرؤية الرئيس السيسي بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة. وشدد الرئيس السيسي على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيد من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار. امبارح كمان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي، وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء بالقرارات المهمة اللي اتخذها البنك المركزي، وقال إن هذه الخطوات ستهدف إلى توحيد سعر الصرف
وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي ومواجهة التضخم. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة النائبة إليسيا كيرنز رئيسة اللجنة، وبحضور السفير جاريث بيلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة. وحرص الوفد البريطاني على الاستماع لرؤية الرئيس السيسي بشأن الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة، وعرض الرئيس مستجدات الجهود المصرية للتوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع. كما شدد الرئيس على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيد من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي آدن باري دوالي وزير الدفاع الكيني بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. تناول اللقاء موضوعات التعاون المشترك في ضوء حرص البلدين على تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية، كما تم التطرق لتطورات الأوضاع الدولية والإقليمية خصوصاً في قطاع غزة والبحر الأحمر والقرن الإفريقي وأثرها على السلم والأمن بالقارة الإفريقية. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لتقديم التهنئة بمناسبة تولي موريتانيا رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي. خلال الاتصال أكد الرئيس دعم مصر الموريتانيا وثقته الكاملة في حسن وفاء أخير رئيس الموريتاني بمسؤوليات رئاسة الاتحاد، وأشار لاستعداد مصر لتقديم ما لديها من خبرات في هذا الصدد للأشقاء في موريتانيا بما يعزز العمل الإفريقي المشترك على مختلف المستويات. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي اللي تضمن جدول أعماله عدد من الموضوعات والملفات المهمة، وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء أشاد الدكتور مدبولي بالقرارات المهمة اللي اتخذها البنك المركزي، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مع السماح لسعر الصرف أن يتجدد وفقاً لآليات السوق. كما أضاف رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تستهدف توحيد سعر الصرف وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكداً أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يسهم في كبح جماح التضخم. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انه تم توقيع اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وان برنامج الاصلاح الاقتصادي بيهدف لضمان تدفق استثمارات اجنبيه مباشره بصوره كبيره جدا خلال الفتره القادمه، مؤكدا ان الحكومه تعمل على تخفيض التضخم وخلق فرص عمل وزياده حزم الحمايه الاجتماعيه. وتابع مدبولي ان البرنامج تم زيادته من 3 مليار دولار ل 8 مليار دولار، بالاضافه لانه ومع التوقيع سنتمكن من التقدم لصندوق الاستدامه البيئيه المعني بموضوع التغيرات المناخيه لكي نحصل على قرض آخر في حدود مليار أو 1.2 مليار دولار، بحيث ممكن أن يكون إجمالي المجموع الخاص بالبرنامج المتكامل مع الصندوق الشق المالي 8 مليار إضافة ل 1.2 مليار، أي بنتحدث كذلك في حدود 9 مليار دولار. امبارح وافق مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأت في استيراده وزارة التموين بالفعل. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجموعة كبيرة من الأطفال من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وأسرهم بمبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك تلبية لطلب الطفلة فريدة خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة اللي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخراً بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومشاهدة ما تم بها من أعمال وإنجازات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن قوات حرس الحدود نجحت في إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، حيث قامت بمطاردة والقبض على اثنين من المهربين المصريين بالمنطقة شمال غرب مدينة القصير بالقرب من ساحل البحر الأحمر، وعثر بحوزتهم على 2595 كيلوغرام من مادة الحشيش و354 لفافة لنبات الهيدرو و144 لفافة لمادة الأفيون بإجمالي وزن 40 كيلوغرام و12 لفافة لنبات البانجو بإجمالي وزن 24 كيلوغرام، وتم عرض الواقعة على الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية عن مواصلة مصر والإمارات لعملية الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة، وبيأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وباقي المؤسسات الأممية لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية ونقلها لداخل القطاع في ظل استمرار الأزمة الراهنة وما يعاني أبناء الشعب الفلسطيني من نقص في كافة مقومات الحياة. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. في الفيوم تم تجهيز وافتتاح 38 معرض أهلا رمضان لبيع السلع بأسعار مخفضة. أما في المنيا فقد تم فتح 60 فصل لمحو الأمية في مركز مطاي ومركز دير مواس. كمان امبارح في الشرقية تم الإعلان عن تحصين 230,691 ألف رأس ماشية ضد مرضى الجلد العقدي، وفي الأقصر تم تحليق 40 رحلة بالون طائر على متنها 1100 سائح. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الفيوم أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من تجهيز وافتتاح 38 شادر ومعرض أهلا رمضان بمختلف مراكز وقرى المحافظة، منها 11 معرض وشادر بمدينة ومركز الفيوم، إضافة لشادر كفور النيل اللي بيجري تجهيزه تمهيدا لافتتاحه خلال الأسبوع القادم. في المنيا أعلنت المحافظة عن فتح 60 فصل لمحو الأمية بمركزي مطاي ودير مواس خلال شهر فبراير الماضي، وده ضمن مشروع المصريين يتعلمون وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار. في الدقهلية أعلنت المحافظة توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز طب الأسرة والوحدات الصحية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وهي المنصورة وطلخة والسنبلاوين وبلقاس. في الشرقية أكدت المحافظة أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدر الأنغام والماعز، قامت مديرية الطب البيطري عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع الخامس من الحملة بتحصين 230,691 رأس ماشية. في الأقصر انطلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر 40 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 1100 سائح من حول العالم، وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي. في البحر الأحمر أعلن مركز عمليات المحافظة فصل التيار الكهربائي اليوم عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات الكهرباء، وهيتم فصل التيار عن مناطق سبنزومول والكمين الجنوبي ومورنينغ ستار والدولفين وقرى سهل حشيش محطة الكيلو 9 بالغردقة، وده من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً. في سوهاج أعلنت المحافظة افتتاح معرض أهلا رمضان بمركز ومدينة جهينة، وده بالتعاون بين مديرية التموين والوحدة المحلية للمركز ضمن خطة افتتاح أكبر عدد ممكن من المعارض والشوادر خلال الفترة المقبلة، وده للتخفيف عن كاهل المواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن العمل على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون دافي بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في فرص لأمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الجو النهاردة. الدنيا هادية، مفيش رياح، مفيش أتربة، فيعني بشكل عام كده مطمنين لحد دلوقتي. وطبعا بالفعل يمكن اليوم الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. تعتبر درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام في كل المحافظات،
احنا اليوم العظمى على القاهرة الكبرى ومتوقع ان هي تسجل 22 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده بفعل ان احنا بنتأثر الاول بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط طبعا من جنوب اوروبا، بالاضافة كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده بيساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، فبالتالي اجواء فترة النهار اجواء شتوية دافية على القاهرة الكبرى والوطن البحري شمال الصعيد جنوب سيناء نائلة للدفء على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، نائلة للحرارة على جنوب الصعيد، ده بيكون فترة النهار وكمان تحديدا في فترة الظهيرة مع وجود أشعة الشمس، لكن فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده بيكون محسوس أكثر في فترات الليل المتأخر اللي هي فترة الفجر وفترة الصباح الباكر، أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، يمكن كمان بعض المناطق ممكن أجواءها بتبقى أجواء شديدة البرودة زي المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي فيها ظهير صحراوي بشكل كبير، فرق درجات الحرارة بين النهار والليل بيتجاوز بعض المحافظات 10 و12 درجة مئوية. كمان اليوم طبعا مع وجود المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وخاصة كمان على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وده متوقع يكون معاه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، الأمطار بتكون على فترات متقطعة من اليوم، يمكن هي بدأت بالفعل خلال الساعات الماضية على محافظة الأسكندرية وبعض المناطق من محافظة البحيرة، لكن هنأكد إن هي مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، وهنلاحظها في بعض المحافظات والمحافظات الأخرى لا، بالإضافة كمان نشاط الرياح محدود اليوم هيكون في بعض الأماكن من جنوب سيناء، لكن باقي مناطق الجمهورية في اعتدال كامل في سرعات الرياح بشكل كبير، وممكن ده بيدي مردود كويس جدا على البحر المتوسط، حركة الملاحة البحرية معتدلة، ارتفاع أمواج ما بين 1.5 إلى 2 متر مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية، وأيضا البحر الأحمر مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، لكن هنخلي بالنا بس من التعمق داخل البحر الأحمر لأن ارتفاع الأمواج داخل البحر الأحمر ممكن يوصل 2.5 متر، لكن مؤهل أيضا لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. الأحوال الجوية المستقرة دي متوقع كمان هي تكمل معانا غدا الجمعة، يمكن لحد بداية الأسبوع اللي جاي أحوال جوية مستقرة، درجة حرارة حول المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام طبعا، الشبورة المائية طبعا ظاهرة جوية مؤثرة دايما فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن هي ما بتأثرش تماما على حركة المرور لأنها أصبحت شبورة مائية خفيفة وبتتلاشى وبتختفي فور سطوع أشعة الشمس. بنأكد بس على كل السادة المواطنين وبننصح كل السادة المواطنين عدم تخفيف الملابس، استمرار ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله خاصة لو بنخرج فترات الليل أو فترات الصباح الباكر، لأن لسه البرودة موجودة معانا في فترات الليل بشكل كبير، مش عاوزين ننخدع تجنبا طبعا لنزلات البرد. طيب قبل ما نسيب حضرتك طمنينا عن نسبة الرطوبة ممكن تأثر علينا ازاي النهارده؟ هو الحمد لله في الوقت ده من السنة نسبة الرطوبة مش مرتفعة بالشكل الكبير، يعني احنا بنقول في المناطق الشمالية لا تتجاوز 75 و80%، في المناطق الجنوبية طبعا بتكون اقل من كده، ده طبعا فترات الليل، فما بتأثرش تماما على احساسنا بقيم درجات الحرارة، ودي الميزة الأساسية في الفترة دي من السنة، وكمان في فصل الربيع إن أغلب مصادر الكتل الهوائية يبقى فيها نسب رطوبة منخفضة، فده ما بيخلينيش أحس بقيم درجات الحرارة بتبقى موجودة فترة النهار تحديدا. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها طبعا بالقاهرة العظمى فيها 22 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 23-12، اسكندرية 21-12، العلمين الجديدة 20-12، ومطروح 20-12، دمياط 22-13، بورسعيد 21-14، والإسماعيلية 23-12. السويس العظمى فيها 22 والصغرى 13، العريش 21-11، كاترين 19-4، وطابة 23-14، حلايب 25-20، وشلاتين 27-19، شرم الشيخ 25-15، والغردقة 26-14.
الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 12، بني سويف 23 12، الوادي الجديد 27 14 واسيوط 25 11، سوهاج 27 13، قنا 28 13، الاقصر 28 14، واخيرا اسوان العظمى فيها 29 والصغرى 14. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه، وعلى طول هنروح لمنى وعبده نكمل معاهم فقره. شكرا لك كلام. ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري المصري وفي الدوري الاوروبي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيشرف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، وهيتابع سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المصرية المختلفة، حيث تشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. النهاردة تستضيف جامعة القاهرة حفل إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى بالتزامن مع مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في تمام 11:00 صباحا بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. بيضم تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وبنها والأزهر وعدد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وبيأتي ذلك تنفيذاً لمحور التكامل، أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق التكامل الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي ومؤسسات الصناعة، لتعمل بصورة تكاملية لسد الفجوة بين البرامج الدراسية والاحتياجات الفعلية لكل إقليم في إطار الأنشطة الاقتصادية اللي بيتميز بيها كل إقليم في مختلف المجالات. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة 15 من عمر المسابقة، هتجمع ما بين فيوتشر وزد الساعة 7 مساء. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار جولة الذهاب من الدور 16 من الدوري الأوروبي، من أهمها مباراة ليفربول الإنجليزي مع سبارتا براغ التشيكي في تمام الساعة 8:45 مساء. في نفس التوقيت مباراة روما الإيطالي مع برايتون الإنجليزي الساعة 10 بالليل، مباراة أولمبيك مارسيليا الفرنسي مع فياريال الأسباني. بشكل رسمي أعلنت وزارة التنمية المحلية قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية في شهر رمضان المبارك، كل سنة وحضراتكم طيبين، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر. القرار اشتمل على تحديد الفئات المستهدفة والمستثناة كمان من الغلق في هذه المواعيد. خلينا نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير على حضرتك يا أستاذة منة وأستاذ محمد، وكل سنة وحضراتكم طيبين وأهلنا في كل محافظات مصر طيبين وبخير. وحضرتك طيب دكتور. خلينا نتكلم على طول عن التفاصيل اللي اشتمل عليها قرار مواعيد غلق المحال التجارية في أيام شهر رمضان وكمان أيام العيد. يعني خليني اقول لحضرتك القرار 85 ل 2024 واللي انتشر يعني نشر في الجريده الرسميه من معالي الوزير اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه بصفته رئيس اللجنه العليا للمحال العامه. القرار بينص على مد العمل حتى الثانية صباحا للمحال والكافتريات والكافيهات. كما تعلمي حضرتك كانت بتقفل الساعة 12 مساء، تم امتداد العمل ليها بحيث انها يعني تغلق 2 صباحا ولها الحق انها تفتح 5 صباحا، خاصة الكافيهات والمقاهي. اما لو جينا بما فيها اللي موجودة في المولات، طيب اما لو جينا على الورش الحرفيه كانت بتفتح يعني 8 صباحا وبتقفل 6 مساء، هتقفل 10 مساء في رمضان وفي اجازه العيد ان شاء الله. اما لو جينا على بالنسبه للمستثنى من هذا وذاك، هنلاقي ان احنا عندنا محلات البقاله والسوبر ماركت وكذلك الصيدليات، كذلك محلات بيع الخضروات نظرا لطبيعتها هي والفواكه والدواجن وغيرها، دي مستثناه من هذا القرار. اما لو جينا بقى كمان على بالنسبه للورش اللي موجوده على الطرق السريعه وفي محلات وفي البنزينات وغيرها نظرا لطبيعه عملها الطارئ، فطبعا دي بتستثنى من قرار الغلق اللي هو كان 12 مساء. طب دكتور خالد، يعني آلية المتابعه والرقابه، يعني ازاي بيتم متابعه المحال وفتحها وغلقها، او حتى المحال والمناطق اللي حضرتك قلت عليها دلوقتي مستثناه من الغلق؟
خليني اقول لحضرتك ان القرار ده قرار الخاص بمواعيد الغلق والفتح هو متقن قرار 456 لسنه 2020، فاحنا بنطبق القرار ده من 4 سنوات على مستوى المراكز والمدن والاحياء، فزملائنا العاملين في الاحياء على مستوى الجمهوريه يعني بيطبقوا هذه المواعيد، خاصه لان مواعيد الصيف بتختلف عن مواعيد الشتاء، وعشان كده هم بيبقوا قائمين على هذا العمل ومتابعته. كذلك الأمر أصحاب المحال أو المقاهي أو الكافيتريات بيكون لديهم علم، والورش برضو بيكون عندهم علم كامل بآليات الفتح، لكن بمناسبة الشهر الفضيل والأعياد بيتم مبدأ العمل حتى الثانية صباحا، فالجميع بيعلم آلية التطبيق. كذلك الأمر الجميع بيعلم لو حضرتك سألتني لو هناك مخالفة وهناك استمرار في المخالفة فآلية التعامل بتبقى إزاي. زملائنا في المراكز والمدن الأحياء بيتم الأول التنبيه، ثم بعد ذلك بيتم غرامة مالية تقديرية بتصل ل 4000 جنيه، وإذا هناك مخالفة للمرة الثالثة بيتم الغلق لمدة أسبوع، وإذا كان هناك مخالفة أو يعني إصرار على المخالفة بيتم الغلق، ويراجع بقى الأوراق بتاعته والترخيص بتاعته والحاجات بتاعته في المركز التكنولوجي الخاص بالحي حتى يتسنى له الفتح مرة أخرى. جميل. أكيد. طب لما نيجي نتكلم بقى عن طبيعة المحلات هتبقى عاملة إزاي في العيد؟ العيد الناس بتبقى حابة إنها تبقى تحتفل وتخرج وتبقى عارفة تتحرك براحتها، هل برضو المواعيد دي مستمرة في أيام العيد؟ بالضبط حضرتك، يعني المواعيد الجديدة هتشتمل على الشهر الكريم وكمان حتى أجازات الأعياد إن شاء الله، العيد الفطر المبارك ممتدة معنا هذه المواعيد الجديدة لغاية نهاية أجازة عيد الفطر إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضرتك بألف صحة. دكتور خالد، يعني الناس تعرف إزاي إعلام المشاهدين بالمواعيد دي؟ هل في وسائل التواصل مع حضراتكم في وزارة التنمية المحلية؟ ولو في أي استفسار أو أي شكوى من أحد المواطنين يتعامل إزاي ويتوجه لفين؟ عندنا مبادرة صوتك مسموع. مبادرة صوتك مسموع دي عبارة عن غرفة عمليات مركزية موجودة في وزارة التنمية المحلية بتحت سمع يعني السيد الوزير، وخليني أقول لحضرتك مربوطة بها 27 غرفة عمليات في صوتك مسموع في 27 محافظة مصرية، بيرأس كل غرفة عمليات فرعية في المحافظات السيد السكرتير العام، وبالتالي آلية التواصل بتبقى سريعة. طيب الناس تتواصل معنا إزاي؟ الناس تتواصل معنا من خلال 4 آليات. الآلية الأولانية الرقم الواتساب، ويعني من خلال برنامج حضرتك أنا بعلن على رقم الواتساب الجديد اللي هو 012-0353-31. 012-0353-31. خليني كمان أقول لحضرتك إن إحنا عندنا آلية تانية اللي هي صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع، وعندنا الآلية الثالثة اللي هو الخط الساخن 15330، والآلية الرابعة info7@mlb.gov.eg. طيب دي 4 آليات يا فندم للتواصل معانا للاستفسار، بيبقى الخط الساخن، ولإرسال أي شكوى بتبقى من خلال الآليات الأخرى. طيب دكتور، هل بنحتاج إن يبقى في نوع من أنواع الرقابة على هذه المواعيد، ولا مش هنحتاج لأن بالعكس المواعيد بقت أوسع وبقى في مجال أكتر للمحال إنها تعمل؟ احنا بالفعل حصل مخاطبه من خلال ربط غرفه العمليات المركزيه في وزاره التنميه المحليه مع الغرف الازمات والعمليات في المحافظات، وتم الابلاغ بالمواعيد الجديده، وبالتالي الساده رؤساء المراكز والمدن والاحياء هينزلوا يتابعوا مواعيد الغلق في الشهر الفضيل ان شاء الله. كذلك في اجازه العيد شانها شان يعني المتابعات الدوريه اللي بتتم، بل اكثر من هذا وذاك كمان في ربط مع غرف العمليات بخصوص كمان عمليات النظافه وعمليات الاناره الخاصه به طبعا عشان صلاه يعني صلاه القيام وكده، يبقى عمليات النظافه على مدار ال 24 ساعه بحيث ان يبقى حوالين المساجد الامور كلها مستقره سواء من حيث الاناره او من حيث كمان النظافه. عظيم. كل الشكر ليك الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، شكرا جزيلا لحضرتك.
تحت شعار ست الستات المصرية تم افتتاح السوق الخيري في جامعة منصورة اللي بيشتمل على مجموعة من المأكولات والإكسسوار والكروشيه والمكرميات والأعمال الفنية والمفارش والملابس الرياضية كمان. في تفاصيل أكتر هنعرف كل التفاصيل من الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة. أهلا وسهلا بك يا دكتور وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا حضرتك وعلى السادة المشاهدين. دكتور، معرض منتجات ست الستات متميز عن باقي المعارض المختلفة أو اللي دشنتها جامعة المنصورة في إيه؟ هو طبعا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة المنصورة بيساعد على يعني على مساعدة السيدات المعيلة في تقديم خدمة لهم، فبالتالي تم التنسيق معهم لكي يقدموا ما لديهم من إشغالات أو ما لديهم من أعمال يدوية، وده كان بتنسيق مع الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة، وكذلك في المجلس القومي للمرأة في الداخلية لتقديم خدمة لهم بدون أي مقابل وتشجيعهم داخل جامعة المنصورة. دكتور شريف، بالنسبة لمدة المعرض مستمر لحد إمتى؟ والسؤال المهم طبعا اللي كلنا بنسأله والناس بتسأله، الأسعار، هل في أسعار مخفضة، في تخفيضات معينة بمناسبة شهر رمضان مقارنة بالأسعار في الأسواق الخارجية؟ هو طبعا المعرض ممتد من بدأ من أمس، يمتد اليوم الأحد، وممكن بناء على طلبهم أنا وافقت على أي مد يومين أو ثلاثة زيادة، ما عندناش أي مشكلة. أما بالنسبة للأسعار يعني حقيقة أنا اطلعت على كل المشغولات وكل الأعمال المقدمة منهم، أسعار في متناول كل الفئات وأسعار أرخص من مما يباع في الخارج خارج الجامعة، وكذلك الأمر لدينا منفذ بقريب منه خاص بالقوات المسلحة بيقدم كل منتجات القوات المسلحة بنسبة تخفيض تتجاوز 30 و40% من الأسعار الموجودة في المحلات خارج جامعة المنصورة. جميل. طيب دكتور، إزاي تم اختيار المشاركين أو تم الاتفاق مع المشاركين في المعرض؟ هل في شروط تم وضعها للمشاركين بحيث أن احنا نبقى ضامنين أن السيدات هيحققوا ربحية كويسة وفي نفس الوقت تكون الأسعار والجودة مناسبة للطلبة والعاملين في جامعة المنصورة بحيث أنهم يشتروا وهم مبسوطين ومستريحين؟ الفرع الخاص بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة أمينة شلبي بيتم التنسيق معانا، وبيتم اختيار السيدات اللي لديهم حرفة يدوية وبالتالي لديهم منتج متميز على أساس يكون في إقبال من الجهاز الإداري، عندنا أكثر من 30,000 موظف، ويكون في إقبال من أعضاء التدريس ومن الطلبة. إحنا لدينا أكثر من 220,000 طالب داخل الجامعة، ووضعنا المعرض ده في مكان مميز داخل الجامعة بحيث إن إحنا نساعد السيدات المعيلة في يعني في ان هم يحصلوا قدر كبير من الربحيه من المشغولات اليدويه اللي هم بيقدموها. اكيد. طب دكتور شريف، هل المشاركه قاصره فقط على سيدات المنصوره وتحديدا فئه السيدات المعيله، ولا المشاركه مفتوحه ممكن لسيدات من محافظات اخرى؟ احنا ما عندناش مانع نعمل معرض كل شهر للسيدات المعيله في قطاع دلتا بالكامل. ولدينا نادي على المشاي على النيل مباشرة، من الممكن أن نقدم هذه الخدمة، لأن زي ما حضرتك عارف فخامة الرئيس الجمهورية بيدعم السيدات خاصة السيدات المعيلة. فإحنا كجامعة المنصورة لنا دور خدمي ودور بيقدم خدمة لدى المجتمع، وبالتالي على استعداد ندعم هذه الفكرة لدى السيدات المعيلة على مستوى الدلتا بأكملها. أكيد. إحنا بنتكلم على كل المشغولات اليدوية، إحنا بنتكلم كمان على مواد غذائية أو أكل جاهز أو الحاجات البيتي بتاعة السيدات خصوصا مع شهر رمضان، المخللات والمربى والحاجات اللي زي كده، هل هتبقى برضو موجودة وفي متابعة ليها ومتابعة لجودتها ولتاريخ الإنتاج وتاريخ الإنهاء الصلاحية بتاعها؟ الحقيقه تم تقديم بعض المأكولات، والحقيقه عندنا كليه الزراعه بتتابع هذا الامر وبيكون في ضوابط لها، لان طبعا المأكولات لو دخلت الجامعه لازم تبقى تحت رعايه طبيه من الجانب الطبي، وكذلك مراعاه المنتج من الجانب الكليات المختصه عندنا زي كليه الزراعه، ومن ثم بيتم التاكد من مدى صلاحيتها
للمأكل للأكل عشان لو أي طالب أو أي موظف أكل منها يكون ضامنين مدى الصلاحية الخاصة بها الصحية. أكيد أكيد، كل الشكر ليك الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وفعلا في حرص كبير قوي على أن كل حاجة في الدولة تكون بتشتغل مع بعض، السيدات المعيلة موجودة جوه في قلب الجامعة، الموظفين بيشتروا والطلبة بتشتري، وبالعكس ممكن نلاقي طلبة يكون بيقدموا كمان ويكون هم عندهم مائدة بيعرضوا عليها سواء شغلهم أو أشغال الهنماد أو غيرها. كمان زي ما قال دكتور شريف رئيس جامعة المنصورة انه الباب مفتوح لمعارض كمان لكل السيدات اللي موجودين في الدلتا، محافظات الدلتا، وده شيء جميل جدا وتشجيع طبعا للسيدة المعيلة. نروح مع حضراتكم دلوقتي لموجز واهم واخر انباء موجز الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مع زميلتنا لمياء حمدين، اتفضلي لمياء. شكرا لك محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة النائبة أليسيا كيرنز، وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها. وشدد الرئيس السيسي على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني لتقديم التهنئة بمناسبة تولي بلاده رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي. وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لموريتانيا وثقته الكاملة في حسن وفائها بمسؤوليات رئاسة الاتحاد، مشيرا إلى استعداد مصر لتقديم ما لديها من خبرات في هذا الصدد للأشقاء في موريتانيا، بما يعزز العمل الأفريقي المشترك على مختلف المستويات. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشرف رئيس مجلس الوزراء اليوم على الإفراج عن البضائع من منائل الإسكندرية، ويتابع سير عمليات الإفراجات بباقي المواني المختلفة. هذا وتشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. يأتي ذلك انعكاسا لنجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، وإسهاما في توفير السلع بالأسواق وتحقيقا لتوازن وانضباط الأسعار. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري والتي أعدتها الحكومة. جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي للحكومة وممثلي صندوق النقد الدولي، حيث تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر. أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على أن الهدف من قرار رفع سعري الإيداع والإقراض هو احتواء التضخم، مشيرا إلى أن سعر الفائدة على المسار التنازلي. وخلال مؤتمر صحفي أكد محافظ البنك المركزي أن البنك لم ولن يستهدف سعر صرف محدد، بل يستهدف كبح جماح التضخم. وأضاف محافظ البنك المركزي أن التضخم يؤذي الاقتصاد على المدى البعيد أكثر من رفع سعر الفائدة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال شنت أكثر من 40 غارة على مناطق بئر البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 13 بعضهم بجروح خطيرة جنوب غزة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لعدد من مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، كما احتجز جيش الاحتلال مركبة إسعاف في طمون جنوب طوباس ومنعها من الوصول لموقع إصابة شاب برصاص الاحتلال.
توعدت الولايات المتحدة قوات الحوثي بمحاسبتها على الهجوم الذي استهدف سفينة بضائع أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات جوية ضد طائرتين مسيرتين في منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي باليمن، بعدما شكلتا تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. مشاهدينا، انتهى موجز 8 ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. كتير مننا بقى بيحبوا انهم يستمتعوا بالشمس في الشتاء، يقعدوا كده قدام الشمس يشربوا مشروب ويستمتعوا بوقتهم. يا سلام بقى لو فنجان قهوه كده في الشمس الصبح، تبقى حاجه ما فيش بعد كده. المشكله بقى ان احنا اكتشفنا ان ده بدل ما هو كان حاجه كويسه قوي وكنا بنبقى فرحانين ونقول ده مصدر هايل لفيتامين دي، لا ده اكتشفنا انه ممكن يكون ليه مخاطر صحيه. في دراسة جديدة قالت أن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة لمدة ساعة واحدة بس ممكن يزود من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وادي كمان الشمس بقيناش ينفع نقعد معاها. الجو اليومين دول حلو، يعني في شوية شمس لطيفة. نعرف تفاصيل أكتر منا عن الدراسة دي، هل فعلا الكلام اللي بتقوله منا ده صح ولا لا؟ نروح للدراسة العلمية. أنا عارف يعني الدراسة العلمية. نروح لدكتور محمد ساهر هاشم أستاذ المخ والأعصاب اللي منورنا على الهواء. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، وكسوم حضرتك طيبين في شهر رمضان كريم. وحضرتك بخير والصحه والسلامه. عارفين دايما طول حياتنا ان التعرض للشمس ده شيء جميل جدا ومفيد لجسم الانسان. ايه حقيقه الدراسه العلميه دي، وهل فعلا التعرض لاكثر من ساعه ده بيضر صحه الانسان؟ هو فكره التعرض لدرجه الشمس، طبعا للشمس دي هي مفيده طبعا. التعرض للشمس دي حاجه مفيده زي ما حضرتك قلت، فيتامين دي. عامه الشمس دي مهمه لجسم الانسان، ده كان كنظام اساسي لحياه الانسان، يعني ما فيش واحد ما ينفعش يعيش من غير شمس. طب الفكره كلها ان هو في سن معين ما بنحبش نسمح بيه للتعرض للشمس لفتره طويله، وخصوصا في شهر مثلا زي شهر رمضان. عشان الواحد مثلا ما بيكونش بيشرب ميه كويس. صحيح. ممكن يجي له اعراض جفاف، اعراض الجفاف دي ممكن تيجي نتيجه درجه الحراره العاليه، فدي ممكن تاثر وممكن تزود نسبه الاصابه بالجلطات. او اكثرها كمان من الجلطات ضربات الشمس، اللي بيقول واحد ده جات له ضربه شمس، اللي هو واحد بتبقى ساعات بتحصل كتير. سيناريو واحد في الشارع، راجل كبير في السن لقوه مغمى عليه، افتكروا انه مثلا عربيه خبطته او حاجه، لا يطلع في الاخر انه كانت حرارته عاليه جدا، فابتدى يجي له اعراض من اعراض ضربه الشمس، او بيسموه هيت ستروك. يعني هي ضربه شمس بمعنى ان ايه، حصل جلطه، اعراض جلطه حصلت للمريض بسبب درجه حراره عاليه جدا، فده بسبب طبعا درجه الحراره العاليه. طيب احنا بنتكلم على انهي شمس، وبنتكلم على انهي وقت، شمس صيف ولا بنتكلم على شمس الشتاء الحلوه الدافيه دي؟ بنتكلم على ساعات النهار كلها، ولا في ساعات محدده هي اللي ممكن نقول فيها ان اشعه الشمس بتكون اكثر حراره واكثر خطوره من غيرها؟ طبعا هي بتفرق الصبح، يعني اول لما الشمس تطلع مثلا بعد الشروق مثلا بتبقى غير مثلا على الساعه مثلا 1 أو 2، فدي بتفرق. هي الفكره كلها بالنسبه لنا، المريض ممكن يكون عنده مثلا عنده ضغط، عنده سكر، عنده مثلا اعراض جفاف، ما بيشربش ميه كويس، دي اللي تخوفنا من ان انا اخليه اقول له ما تنزلش في الشمس بدرجه حراره. يعني مثلا في بلاد مثلا زي بلاد الخليج ساعات بيمنعوا الناس تنزل من بيوتها، او بيمنعوا ان هم يشتغلوا، او بيشتغلوا من البيت دلوقتي النظام الجديد، عشان درجه حراره بتعدي، مثلا درجه حراره بتعدي 50 عندهم او 52. فده ليه؟ عشان ده نسبه التعرض للاغماءات او الجفاف والجلطات عاليه جدا، فدرجه الحراره بتفرق مع الشمس نفسها. طب دكتور ساهر، هل في علاقه ارتباطيه كده ما بين الفئه العمريه والتعرض للشمس؟ يعني مثلا الاطفال او الشباب او كبار السن في اوقات معينه او محدده لتعرضهم للشمس لفترات طويله؟ كل الفئات العمريه معرضه ان يجي لها جفاف، يعني في اعراض جفاف بتحصل او اعراض ضرب اللي هي زي الهيت ستروك او ضربه شمس بتحصل للاطفال وليها اعراض، والكبار في السن. بس اكتر طبعا الكبار في السن، عشان نسبه ان هو الجسم نفسه ان هو يقدر يعالج نفسه. وفكره لما واحد فكره العرق مثلا، واحد بيكون مثلا في درجه حراره عاليه او بيكون عطشان بيعرق كتير، ليه؟ عشان بيحاول ان الجسم ده بيعوض ان هو بيحاول يكول داون، يحاول يخلي درجه حراره الجسم توطى شويه. ففي السن الكبير الميكانيزم ده ما بيبقاش احسن زي في السن الصغير، عشان نتيجه السن. صحيح. فده بيأثر على السن الكبير أكتر من السن الصغير.
نخاف من الشمس من درجة حرارة قد إيه؟ يعني 40، أكتر من 40 يعني. ضربات الشمس بتحصل لو واحد فضل فترة طويلة في درجة حرارة المريض زادت عن 40، يعني تجين واحد عنده حمى شديدة، وطبعا من أعلى من 40 فما فوق لازم واحد يخلي باله جدا جدا جدا. في الخمسينات طبعا احنا ما بيجيناش الحمد لله الموضوع ده في مصر، يعني درجه توصل 50 بس، ده طبعا ده ما احنا ما ينزلش من بيت، يعني درجه حراره 50 فما فوق لا ما ينزلش من بيت. وبتبقى في مشكله كمان مثلا ان هو عملوا دراسه مؤخرا قالوا ان هو مثلا اللي بيخش يقعد في العربيه، يعني مثلا واحد درجه حراره مثلا 40 بس راكن العربيه مثلا بقى لها ساعتين ثلاثه في الشمس، ويخش مره واحده يقفل عليه، لا ده بيقولوا ان هو المريض لازم يفتح ازاز العربيه والعربيه تهوي كويس قبل ما يخش ويقفل العربيه ويطلع بالعربيه على طول، عشان ده بيخلي ان العربيه بتخزن حراره عاليه جدا، ممكن تيجي له اعراض من اعراض ضربات الشمس. فدي حاجات مواكبه بالذات مع الاطفال، يعني ما ينفعش ادخل مثلا الاطفال واقول لهم مثلا لا ها مثلا خش واقعد خمس دقايق من غير مثلا افتح الازاز، ده بيبقى خطر على حياه الطفل. عشان العربيه بتخزن درجه حراره عاليه جدا. طب تمام. طب علميا يا دكتور ساهر، يعني ايه المده الامنه؟ نقدر نقول كده مثلا ايه المده الامنه للتعرض للشمس؟ المده الامنه هي اي واحد ممكن يتعرض للشمس اليوم كله، الفكره كلها على حسب درجه حراره الشمس كام، يعني لو درجه حراره مثلا النهارده نفترض 25 لا عادي خالص. وبتعتمد هل في يعني في حاجات نوعين من ضربات الشمس، في النوع اللي هو الاكزيرشن نون اكزيرشن اللي هو اللي بالمجهود من غير مجهود، يعني درجه حراره عاليه جدا واحد ما بيعملش اي حاجه ممكن يجي له ضربه شمس، واحد بيلعب رياضه اثناء الشمس او مثلا هو صايم مثلا بشده بيلعب رياضه شديده قبل مثلا وقت الصيام ودرجه حراره عاليه، ده برده ممكن ياثر يعمل ضربه شمس. فممكن ضربه الشمس تحصل في مع المجهود ومن غير مجهود، كلها بتعتمد على درجه الحراره. درجه الحراره لما تعلى قوي الواحد لازم يخلي باله كويس جدا، ولازم يشرب ميه كويس جدا، وقت الصيام ما ينزلش الشمس. طيب في بدايه المقدمه كنا بنتكلم عن ان الدراسه بتقول ان الشمس ممكن تؤثر بحيث انها تصيب الناس بالسكته الدماغيه الحاده، ايه هي اصلا السكته الدماغيه الحاده؟ ليها انواع ولا لا؟ بتنتشر في فئه عمريه محدده ولا لا؟ ممكن تقول لنا شويه تفاصيل؟ السكته الدماغيه او بيسموها الستروك دي عباره عن ان هو نقص الدم اللي رايح للمخ. بيبقى عن طريق حاجتين، ان هو في سكته دماغيه، في نتيجه اللي هو السكته الدماغيه اللي هو الجلطه وفي النزيف. الاكثر شيوعا هي الجلطه، الجلطه دي عباره عن ايه؟ ان الشريان اتقفل، الشريان ده بيوصل دم لجزء معين من المخ، فالجزء ده ما بيوصلوش مخ، بيحصل فيه بعد كده ضمور للمخ او اصابه للمخ بعد كده عشان ما بيوصلهاش دم. طيب ايه علاقتها بالحراره عاليه والشمس والجفاف؟ الفكرة ان درجه حراره عاليه جدا بتخلي الميه تخلي الواحد يعرق كتير فيقلل الميه اللي في جسمه. الميه دي نفسها تكوين الدم نفسه، يعني الدم اللي رايح المخ 50% من الدم اللي رايح المخ ده عباره عن ميه. فالجسم لما بيفقد ميه كتير فاللي بيحصل لزوجه. فلما تحصل لزوجه الدم تدفقه بيبقى بطيء لغايه لما يقف خالص عند منطقه معينه من الشريان يقفل، فيحصل زي تغلط. الدم ده بيتحول بيبقى ايه؟ بيبقى لزج جدا. فيقوم قافل الشريان. فالدم ما يوصلش للمخ فيحصل الجلطه. فدي بتحصل، وحتى عملوا دراسه في رمضان وقبل رمضان وبعديها عن موضوع ان حدوث الجلطات دي بتحصل مع درجه حراره جدا في شهر رمضان. اكيد نكون مخليين بالنا جدا في شهر رمضان الكريم ان شاء الله، لو حد كبير جدا في السن لازم وهو بياخد مثلا ادويه معينه لازم اقول لا، الادويه لازم تاخدها في مواعيد معينه، خلي بالك على الصيام، ما ينفعش توقف الادويه دي عشان فتره الصيام، ما ينفعش اجل معاد دواء معين مثلا دواء للجلطات. اكون خايف اقول له، يقول لي مثلا هاخد دواء ده مثلا بيتاخد الصبح، يقول لي انا هاخده بالليل. طب درجه حراره عاليه اقول لا، خد الدواء في ميعاده عشان ما يحصلش مشكله. تاجيل ميعاد الادويه في شهر رمضان ده برضه لازم واحد يبقى يركز فيه جدا مع المريض. تنسيق مواعيد الادويه مع الطبيب واحد من اهم الاشياء قبل الصيام، اللي بيقدر يصوم يعني يؤدي الفريضه ويؤدي العباده، اللي مش بيقدر يصوم ربنا مديه رخصه. وطبعا احنا عارفين ان الصيام بتبقى فرصه هايله للجسم ان هو يتعافى طول من اللي حصل بقى معاه من اكل ومن كل حاجه طول السنه، لكن نحافظ على ان احنا ناكل بشكل لطيف وشكل متوازن يعني، وفي نفس الوقت نحافظ على كميه السوائل خصوصا مع تحسن الاحوال الجويه والجو ابتدى يحرر شويه. الحمد لله في شمس لطيفه اليومين دول، يا رب كده يكمل معانا في رمضان. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد ساهر هاشم استاذ المخ والاعصاب.
طيب نروح مع حضراتكم لحاجة تانية، في حاجة اسمها هوس الأكل الصحي. يعني إزاي يبقى الواحد عنده هوس بالأكل والإقبال الشديد على الأكل؟ في أطباء في الولايات المتحدة اكتشفوا أنه في حالة من حالات ارتفاع الإقبال على الأكل، ارتفاع نسبة الهوس في بعض الأحيان بيكون مبالغة في التعامل مع الأكل، والأكل هنا بدل ما يكون أكل صحي بيكون أكل عدو ومدمر أحيانا للصحة. ناس عندها هوس بالأكل الصحي ممكن بطريقتها تبقى عندها مشكلة إنها تأكل بشكل غير صحي، أو إنها تبقى عندها مشكلة بصفة عامة في الأكل، في الأكل أو التعامل مع الأكل. الأكل الأرثوركسيا واحد من الأمراض اللي الدكتورة رضوى نبيل استشاري التغذية العلاجية هتكلمنا عليها. دكتورة أهلا وسهلا بيكي وصباح الخير عليك. أهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا بيكي. فعلا في هوس بالاكل الصحي، الناس دايما بيبقى عندها هوس انها تشوف ايه الحاجات الغير صحيه اللي تعرف تاكلها وتاخد بيها موافقه من الاطباء، بقى في هوس بالاكل الصحي؟ احنا مش عايزين بس نخوف المشاهدين او نثبته في اكل صحي. لا دكتوره هنحتاج انك تساعدينا وتقفي في مكان بشبكه جيده عشان نقدر نسمعك كويس. طب حضرتك سامعيني كده؟ كده اتفضلي. تمام. انا بقول لحضرتك مش عايزين نخوف المشاهدين، هو نسبته 1% في امريكا، فاكيد اكيد هيبقى اقل من كده في مصر. الفكره كلها ان بالسوشيال ميديا وتواصل الاجتماعي عبر التيك توك او الفيسبوك او منصات التواصل الاجتماعي دلوقتي بقى في هوس بالاكل الصحي، وكل يوم نصحى نلاقي ان في حد عمل فيديو قال على اكل معين احنا بنعتبره صحي يقول لا ده مش صحي، وما تعرفيش هل ده مبني على الدراسات ولا مبني على رأي الشخصي. ف ده تقدري حضرتك تقولي من ضمن الاسباب اللي عملت الهوس بالاكل الصحي حول العالم. الهوس الاكل الصحي ده بنعتبره من اضطرابات الطعام. اول حد اكتشفه كان امريكي ساينتست عالم في 97، لكن في نفس الوقت احنا لسه لحد دلوقتي كدكاتره تغذيه وكدكاتره نفسيه بنتعامل معاه كنوع من اضطرابات الطعام. عكس البوليميا نيرفوزا او النهم وشراهه الاكل، هو بيبقى فيه شراهه للاكل الصحي، بمعنى ان حضرتك بتبقي طول اليوم بتفكري حضرتك هتبريبير او تجهزي اكل صحي ازاي، حضرتك هتمسكي كل نوع من الاكل وكل اكل مغلف تقري كويس قوي عنه قبل ما تاكلي، لو سمعتي حاجه او مقاله او فيديو عن اي اكل اللي هو مش صحي حضرتك بتبتعدي عنه، فده بيعمل في الاخر اضطرابات. طب دكتور رضوى ممكن يعني معلش المقاطعه، ممكن حد بيسمعنا دلوقتي يقول طب دي حاجه كويسه، حاجه كويسه ان الانسان يهتم دايما انه يختار اطعمه صحيه، اطعمه يعني غير مضره للجسم، هل فعلا ده هوس ولا السبب وراء الاختيار للاطعمه الصحيه دي هو مثلا انقاص الوزن، الحفاظ على صحه جيده ليها جانب مفيد؟ هو بيبتدي كده، بيبتدي بنيه طيبه اللي احنا عايزين نحافظ على صحتنا وعايزين نقلل الدهون في جسمنا، بس بينتهي الامر باضطراب، اضطراب نفسي. اشكاله بتبقى عامله ازاي الاضطراب ده يا فندم؟ يعني اشكاله بتبقى عامله ازاي؟ اشكاله ان الشخص بيبقى ما بياكلش غير الاكل المعد في البيت بطريقه هو يعني شايفها اللي هي صح، مش مبني على دراسات زي ما بقول لحضرتك في الاول. هو بيشوف كويس جدا الاكل اللي مكتوب عليه هيلثي وهو لا يعلم اذا كان المصدر دقيق ولا لا. بيضطر في الاخر ان كميه الاكل او كميه العناصر الغذائيه بتقل، وبالتالي بيعاني من نقص في اي عنصر من العناصر اللي هو ما بياخدهاش في الاكل. يعني ادي لك مثال. اتفضل. لو حد مثلا قال ان اللحمه مضره عشان بترفع كوليسترول الدم، فبيبتدي هو بيبتعد خالص عن اللحم. اللحم ده احنا عارفين اللي هو مصدر كويس جدا لفيتامين بي 12.
عادة العيانين دولت لأنهم احنا بنعتبرهم مرضى نفسي بيعانوا من نقص فيتامين بي 12 وده أشهر مثال. وقيس على كده بقى كل حاجة، وعادة بيتقلبوا لنباتيين يعني ما بيدخلوش أي مصدر من مصادر اللحوم، مصادر الألبان، مصادر الغذائية اللي احنا بنبقى بناخدها وبنقول اللي هي مفيدة لسبب ما. هي الفكرة كلها كلوا واشربوا ولا تصرفوا، ودايما احنا بنقول كده. الحديث ده لخص علم التغذية العلاجية. فأي إسراف في الأكل الصحي برضو هيبقى زي إسراف الأكل غير الصحي. طيب دكتورة، هل الفكرة قائمة على الترندز أو على الموضات اللي بتبقى موجودة على السوشيال ميديا؟ يعني الناس بقى عندها خلينا نقول هوس الشكل الجمالي أو الجسم المثالي، فده أدى لوجود هوس الأكل الصحي؟ طبعا. بصي، احنا دايما بيبقى عندنا ثلاث صور في ذهننا. صورة للموديل زي ما حضرتك بتقولي، اللي هو صورة لواحد أنا نفسي أوصل لجسمه، وصورة أنا شايف نفسي إزاي، والفرق ما بينهم. يعني لو أنت شايفة حضرتك مثلا ياسمين صبري كموديل ليكي، وأنت حاجة تانية خالص، الصورة الثالثة بالنسبة لك هيبقى ثقتك بنفسك، ثقتك بنفسك أقملها هتقل جدا. واخدة بالك؟ فده اللي بيحصل مع السوشيال ميديا، وللأسف السوشيال ميديا زودت الموضوع جدا، لأن أنت ما تعرفيش الفيديو ده ولا الست اللي بتصور ده بتقف قد إيه عشان تاخد صورة مظبوطة، أنت ما تدركيش كده، أنت جايلك في الآخر الصورة النهائية. فاهماني؟ لكن الحقيقة حاجة تانية خالص. طب سؤال يا دكتور رضوى، اللي عنده كده بدايات هوس صحي أو فعلا عنده فكرة الهوس بالأكل والغذاء الصحي، يبتدي يعمل ايه عشان ما يؤثرش ده على حياته بشكل كبير او على صحته كمان الجسديه والنفسيه زي ما حضرتك اشرتي، يتخلص من هذا الهوس ازاي؟ تمام. هو المشكله اللي دي بتحصل فعلا في طلبه المدارس الثانويه العامه او الجامعه او السن الصغير. الناس دول بيبطلوا دايت تماما. يبطلوا دايت، دي نمره واحد. نمره اتنين، يبتدوا يتناقشوا مع حد دارس التغذية العلاجية، حد متخصص يفهمهم ان مهم جدا ان حضرتك او حضرتك بتاخدي عناصر غذائية كل يوم. سبع عناصر غذائية اللي هي المية، الدهون، الخضار، الفاكهة، الألبان، البروتين، الحاجات دي لازم تتاخد كل يوم بعدد معين على حسب بقى مجهودك وسنك وطولك ووزنك، عندك امراض وراثيه ولا لا. لازم تتكلم مع متخصص عشان يديلها النظام اللي لا يحرمها ولا يخليها ايه يجيلها اضطراب نفسي او اضطراب طعام. يبقى احنا اعتقد ممكن مش نبطل الدايت خالص لو الناس حريصه انها تبقى بشكل معين وبشيب معين وبصحه معينه، اعتقد انها ممكن تراجع حضراتكم اخصائيين تغذيه تحطوا نظام اكل صحي يبقى هم عارفين يعملوا فيه التباديل والتوافيق بما يتناسب مع سنهم وامكانياتهم وحتى فصول السنه. يعني اعتقد احتياجات الجسم في الصيف بتختلف عن احتياجات الجسم في الشتاء مثلا. تمام. انا برضو عشان اصحح كلامي، يبطلوا الدايت الحرمان، الدايت القاسي اللي بيخليهم في الاخر مش عارفين ياكلوا حاجه. أكيد أكيد. كل الشكر ليكي الدكتورة رضوى نبيل استشاري التغذية العلاجية، شكرا جزيلا لحضرتك. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع، ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم وأهلا بيكم، وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ نشرتنا الرياضية مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، اللي حرص على تأدية مناسك العمرة بصحبة طارق سليمان مدرب عام المنتخب ووليد بدر مدير إداري المنتخب. هيحضر الجهاز الفني للمنتخب مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر بملعب الأول بارك بالسعودية.
لعيبة الزمالك قادوا فقرة تدريبات خططية على هامش المران اللي أقيم على ملعب الأول بارك بالرياض، وده استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر. وتم إجراء تقسيمة فنية بين اللعيبة في جزء من الملعب تحت قيادة جوزيه جوميز، تم خلالها تطبيق كل الأفكار اللي تم التدريب عليها، وقام الجهاز الفني بمنح اللعيبة تعليمات فنية باستمرار وتصحيح الأخطاء قبل لقاء الأهلي المرتقب في نهائي كأس مصر. هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة وصلت حصد البطولات بمشوارها الرياضي، وده بعد ما فازت بالمركز الأول وذهبية بطولة دورة الألعاب الأفريقية اللي بتقام في غانا وبتستمر لحد 24 مارس الجاري بمنافسات السيدات. منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئين تحت سن 20 سنة حقق ذهبية منافسات الفرق ببطولة أفريقيا للسلاح للشباب والناشئين اللي أقيمت داخل مجمع الصلاة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. كمان حققت ناشئات سيف المبارزة تحت سن 20 سنة ذهبية البطولة الأفريقية للسلاح للشباب والناشئين، ونجح منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئات في الفوز في المباراة النهائية على نظيره الجزائري بنتيجة 45 مقابل 23 ليتوج بذهبية البطولة. وامبارح اتأهل 6 لاعيبة مصريين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم الخماسي الحديث، أولى بطولات سلسلة كأس العالم واللي بتستضيفها مصر في الفترة من 5 ل 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد ما كرر فوزه على فريق كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الاتحاد ضمن منافسات إياب دور 16 للنسخة الحالية من المسابقة. وفريق ريال مدريد تعادل مع لايبزيج بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات إياب دور 16 للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا. بالنتيجة دي اتأهل فريق ريال مدريد لدور ربع النهائي من البطولة بعد ما استفاد من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 في ألمانيا. خلاص خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية هنروح لمحمد ومنا نكمل معهم فقرات صباح الخير يا مصر. نشرة بس اللي خلصت، لكن الفقرة الرياضية لسه مستمرة يا لميا. هنكمل كلام عن الأخبار اللي كنت بتتكلمي عليها، قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بيستعدوا لخوض نهائي كاس مصر اللي هيتلعب في السعودية بكرة الساعة 7:30 مساء. تفاصيل كتير هنتعرف عليها في المباراة، وإزاي هيتعامل مدربين مع المباراة، هل هتأثر غيابات الفريقين على أدائهم ولا لا. مع قمة الأهلي والزمالك كمان هنتكلم النهاردة مع حضراتكم عن مباريات إياب دور 16 في دوري أبطال أوروبا اللي انتهت امبارح بتأهل ريال مدريد لربع نهائي البطولة بعد تعادله مع لايبزيج، وتأهل السيتي لربع النهائي بعد فوزه على كوبنهاجن. نرحب بضيفنا الكريم اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، الاستاذ محمد يحيى الناقد الرياضي والصحفي بجريده الوطن. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير ليك. اهلا وسهلا. قبل ما نتكلم على الاهلي والزمالك نروح كده معاك لدوري ابطال اوروبا. شفنا امبارح تعادل ريال مدريد مع لايبزيج وتاهله لربع النهائي بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجه 2-1. شفت اللقاء ده ازاي؟ والله المباراه كانت غريبه جدا، لان يعني المفروض ان المباراه التاريخ والقوة والإمكانيات تؤكد أن ريال مدريد هو الأقرب للفوز وهو الأحق بالفوز، ولكن الأداء على أرض الملعب كان غير كده. كان في الشوط الأولاني ما كانش قوي قوي، نجح ريال مدريد أنه يسجل الأول عن طريق فينيسيوس، ولكن لايبزيج فريق مجتهد جدا في الدوري الألماني والألمان ما بيعرفوش اليأس، فقدر أنه يسجل هدف وكان قريب أنه يسجل هدف تاني. ده اللي خلى ناس كتير بتتكلم أن ريال مدريد كسب امبارح بقوه الدفع مش بترتيب فني، وان انشيلوتي عليه علامات استفهام كبيره مع الفريق بسبب الاداء ما كانش كويس، ولكن ريال مدريد من الفرق اللي بتعرف ازاي تكسب المباريات دي وتتاهل تتجاوز الادوار دور ورا الثاني عشان تقدر توصل للمباراه النهائيه. يعني ما تستغربش ان انت رغم الاداء السيء اللي قدمه ريال مدريد امبارح والتأهل الضعيف اللي ريال مدريد وجماهيره شايفين ان هو لا يليق بيهم، ولا ممكن تلاقي ريال مدريد في الفاينل عادي جدا، لان هو الفرق الكبيره اللي زي ريال مدريد بتعرف تلعب البطولات دي،
بتعرف لان هي في استراتيجيه بيلعبوا بيها حتى لو مش شايفين فنيات المتعه اللي رايح لها جمهور الفريق يتفرج عليه، لكن في اساسيات بيبقوا عارفين يقروا الملعب ويقروا المباراه يقفلوا ايه اللي بايظ عندهم. لا هم شخصيه البطل هي اللي بتظهر، هي الفكره ان شخصيه البطل بتطغى على احيانا على الجوانب الفنيه لو المنافس اللي قدامك مش نفس القدرات الفنيه او مش نفس الامكانيات سواء على مستوى اللعيبه او على مستوى الجهاز الفني، فطبعا ده بيختلف وبيفرق جدا بالنسبه لفرق زي ريال مدريد، زي يعني ليفربول، انديه عندها تاريخ وعندها فازت بالبطوله دي قبل كده. ريال مدريد اكتر نادي فاز بالبطوله، بيدور على اللقب رقم 14 في تاريخه، فطبعا واحد من الفرق معظم اللعيبه اللي موجوده دي شافت ريال مدريد هو اللي بيتوج دايما باللقب، فبالتالي عارفين ان الفريق ده بينافس نازل، عارف انه نازل ياخد البطوله مش داخل ينافس ويوصل لادوار معينه، فدي اللي بتفرق في شخصيه البطل عند ريال مدريد او عن اي فريق تاني. يعني جميل، مانشستر سيتي بيسعى انه يحصل على اللقب بطل اوروبا للعام الثاني على التوالي، السنه اللي فاتت كان مانشستر سيتي وهو طبعا غريم تقليدي ومنافس قوي جدا لريال مدريد. امبارح مانشستر سيتي تغلب على فريق كوبنهاجن، شفت المباراه دي ازاي؟ وامال مانشستر سيتي انه يحقق اللقب للمره الثانيه على التوالي، هل هي امال بالفعل ممكن يحققها مانشستر سيتي السنه دي؟ اكيد مانشستر سيتي يعني هو اقوى سكواد لفريق موجود في اوروبا حاليا، مع مدير فني خد كامل الصلاحيات، فبقى عنده القدرات الفنيه وعنده لعيبه وعنده ثبات انفعالي كبير جدا. جوارديولا هو مش هاخفيك سرا ان هو اهم مدرب في العالم حاليا، مع بعد اللي عمله مع السيتي، سيطره على الدوري الانجليزي، سيطره على الشامبيونز ليج السنه اللي فاتت بعد ما فترة كبيرة ما كانش عارف ان هو يوصل للكاس دي، والإدارة وثقت فيه، إدارة مانشستر سيتي وثقت فيه وكملت معاه المشوار لحد ما فاز باللقب اللي فات. فطبعا سيتي عنده لعيبة كتير، أكتر فريق زي ما بقول لك عنده بدلة، فطالما لعيب عنده بدلة، فريق عنده بدلة كتير يقدر ان هو يخرج من البطولات اللي زي دي ان هو يخرج فايز. شفناه امبارح، طبعا احنا بنتكلم على هالاند ده يعني اسطوره طبعا. هيبقى اسطوره طبعا. يعني لاعب ما كملش 22 سنه وهداف الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت والسنه دي، وهداف الشامبيونز ليج والعيون كلها عليه يعني هالاند. لا هو 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 لاعب بجد خارق، ولكن يعيبه احيانا اصاباته كتير، ولكن هو لاعب خارق امكانياته يعني متميزه جدا. وكمان مش الفكره مش في هالاند بس، كل اللي حوالين هالاند بقى التيم وورك اللي معاه، يعني بنتكلم على جريليش، بنتكلم على دي برويني، بنتكلم على رودري، لعيبه كلها مؤثره ولعيبه كلها مهمه لمانشستر سيتي، وحتى حارس المرمى ايدرسون واحد من اميز الحراس في البريمير ليج. فطبعا لا يعني السيتي هو اقوى سكواد، ولكن زي ما قلت لك شخصيه البطل هنا بتفرق. يعني السيتي تاريخه كله في واحده تشامبيونز ليج اللي هي كانت السنه اللي فاتت. ريال مدريد ممكن يكون دي بقى بطولته المفضله، ريال مدريد دي زي ما نقول كده الاهلي في افريقيا بالزبط. دي بقى الريال في البطوله بالزبط. يعني دي بطولته باسمه اصلا بالظبط، لان ما انا بقول لك هو حتى لو ما عندوش الامكانيات اللي زي السيتي، ولكن شخصيه البطل هنا بقى بتفرق، هي اللي بتديله افضليه وبتخلي ان هو المرشح دايما الاول للفوز بالبطوله. فسيتي اكيد مرشح، ولكن ريال مدريد برضو مرشح، ولا تامن يعني خطوره ريال مدريد حتى الثواني الاخيره في البطوله. طيب النهارده في مباراه الناس قاعده مستنيها، النهارده هيلعب ليفربول قدام سبارتا براغا التشيكي. لما بنلاقي مباراه كده ليفربول تحس ان احنا قاعدين برضو بنتفرج على مباراه تخصنا، يعني طبعاً الناس قاعده تبقى مستنيه صلاح يعني. فالنهارده متخيل الامور هتمشي ازاي؟ والله يعني ليفربول ماشي بثبات كويس جدا على في كل البطولات اللي بيلعبها، يعني خد بطولة كأس الاتحاد الكارلين كاب، وخد وواصل بشكل كويس في الدوري الأوروبي، متصدر الدوري الإنجليزي، ولكن هو عنده مراحل حاسمة في البطولات كلها. النهارده طبعا مباراة سبارتا براغ مباراة مهمة، صلاح موجود مع الفريق بعد الإصابة ما انتهت بالنسبة له، وموجود مع الفريق النهارده، كان امبارح شايف صلاح في الطيارة معاهم وموجود وشارك في التمرين امبارح، فبالتالي صلاح بنسبة كبيرة هيلعب ولو جزء من المباراة، ممكن ياخد الشوط الثاني زي ما عمل معاه كلوب أول ما رجع بعد الإصابة اللي كانت مع المنتخب.
ما نزلوش مباشره، نزل الشوط الثاني وسجل وصنع. فصلاح هيلعب ان شاء الله النهارده ولو جزء بسيط من المباراه، او يعني ان شاء الله يكون في الجاهزيه الطبيه. صح. يعني تتوقع ده ان كلوب قال في مؤتمر صحفي على يعني اكد على جاهزيه محمد صلاح انه يلعب الماتش ده، هل ده بيخليني اسال حضرتك انه ممكن يشوف محمد صلاح في معسكر المنتخب الوطني اللي جاي؟ بص، هو الموضوع ده بصراحه خد اكبر من حجمه بشكل كبير، او مش عايزين نروح ان في مشكله ما بين محمد صلاح والجهاز الفني للمنتخب، لان هم لسه ما تقابلوش يا جماعه اصلا عشان نقول ان في مشكله. صلاح محطوط اسمه ضمن اللعيبه المنتخب مستدعيها للمعسكر اللي جاي اللي هيكون في الامارات، ان شاء الله يكون موجود يقدر يلعب ويبقى موجود. صلاح في النهايه الجهاز الفني كان واضح لو صلاح لعب اي مباراه قبل ميعاد المعسكر هيكون موجود ان شاء الله في منتخب مصر، هيلعب النهارده وفي مباراه ثانيه يوم الاحد مع مانشستر سيتي القمه في البريمير ليج، فمباراه غايه في القوه. لو قدر يلعب مباراه زي دي اكيد هيبقى قادر ان هو يبقى موجود في منتخب مصر. فكره ان هو يشارك في المباريات الوديه، طبعا مصر عندها، عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا عارفين، عندنا بطوله وديه بتشارك فيها كرواتيا ونيوزيلندا وتونس، اول مباراه لمنتخب مصر يوم 22 مارس قدام منتخب نيوزيلندا. فطبعا مشاركه صلاح مش هي الفيصل، الاهم من وجهه نظري يعني ان صلاح يبقى موجود مع المنتخب في اول لقاء مع الكابتن حسام حسن، عشان نقضي على اي شائعات بتتقال ممكن تهد منتخب مصر او تاثر على منتخب مصر، نقضي على اي فكره ان صلاح مش حابب ان كابتن حسام يبقى موجود او الكلام ده. الكلام ده كله ما نقدرش نقول ان هو صحيح، لان هما اتنين ما تقابلوش قبل كده، يعني لم يلتقوا عشان نقول ان في خلاف. ممكن كابتن حسام كان بيطلع يتكلم عليه قبل ما يتولى تدريب المنتخب، يتكلم تقييمه كراجل نجم كبير واسطوره كبيره في الكره المصريه، ولكن في النهايه هو ده حال الكوره في اوروبا. صلاح نفسه لما بيلعب مباراه سيئه جوه الملعب بيلاقي جيمي كاراجر وبيلاقي لاعيبه ليفربول القدامى بيبقى قاعدين في الاستوديو بتاع المباراه بيقطعوا كل لعيب في الملعب ما قدمش مستوى كويس بما فيهم صلاح. فبالتالي النقد امر موجود في الكوره وامر صحي، لان اللاعب لو لم يتم انتقاده مش هيقدم احسن مستوى، لو لم يتم انتقاده من الجمهور في الملعب مش هيموت نفسه في الملعب عشان يكسب، لو لم يتم انتقاده عشان يعدل من ادائه من النقاد الفنيين او اللعيبه السابقين او النقاد الرياضيين مش هيوصل لاعلى توب فورم بالنسبه له. فاعتقد ان الموضوع عادي جدا، والموضوع هينتهي في المعسكر اللي جاي ان شاء الله. اتمنى ان هو يخلص على خير، عشان مش احنا عندنا اهداف لمنتخب مصر اكبر من ان احنا نقعد نتكلم هل في مشكله ما بين صلاح وحسام حسن ولا لا. عندنا حاجات كتير اهم، عندنا الاستعداد لتصفيات كاس العالم في شهر 6 اللي جاي، عندنا الاستعداد لكاس الامم الافريقيه السنه الجايه. فان شاء الله باذن الله ربنا يوفق المنتخب وربنا يوفق صلاح مع الكابتن حسام، وان شاء الله نركز بقى على الجوانب الفنيه، نركز كابتن حسام هيلاعب محمد صلاح ازاي، هنشوف محمد صلاح بشكل احسن مع كابتن حسام ازاي، ده اللي احنا عايزين نركز عليه ان شاء الله باذن الله. خلينا بقى نروح للمباراه المرتقبه بكره، ومباراه هتقام لاول مره خارج مصر وفي السعوديه، هنشوف عائد مختلف اعتقد ممكن يحصل لمباراه بكره. بعد لما التذاكر اتفتحت بنص ساعه ما كانش فيه ولا تذكره اونلاين لمباراه الاهلي والزمالك. بصي، خلينا نتفق ان مباراه الاهلي والزمالك هي اهم مباراه في الشرق الاوسط من زمان، وان شاء الله هتفضل طول العمر. يعني مباراه الاهلي والزمالك الفريقين الوحيدين اللي ليهم جماهير في اي حته في يعني في العالم طبعا، ولكن بتركيز اكبر في المنطقه العربيه طبعا. اي دوله احنا يعني الحمد لله رحنا دول كتير جدا، هتلاقي الاهلاوي والزملكاوي، يعني السعوديه، قطر، امارات، كل الدول تروح هتلاقي مثلا واحد بيشجع الهلال بس اهلاوي، واحد بيشجع الاتحاد وزملكاوي. فهتلاقيه ده هو بيقول لك كده، وده لمسناه ساعه كاس العالم للانديه لما النادي الاهلي كان بيشارك هناك، ولمسناه في اكتر من مناسبه. يعني شفنا كاس السوبر قبل كده بيقام في الامارات، الملعب كامل ما فيش مكان لرجل يعني، ونفس الموضوع بالنسبه للمباراه دي. فطبعا ان شاء الله المباراه تخرج بشكل مناسب. حاجه كويسه ان المباراه بتقام
خارج مصر، لان ده بيدل على قوه الفرق المصريه. صحيح. وعلى ان احنا متشافين كويس. نعم. احنا الفرق بتاعتنا سلعه كويسه متشافه ومطلوبه. مطلوب ان هي تبقى موجود في الامارات، مطلوب ان هي تبقى موجوده في السعوديه. جميل. زي ما بنشوف الدوري الايطاليا مثلا بيلعبوا السوبر بيلعبوه في السعوديه او في الامارات او في الصين، بنشوف انجلترا في نفس الوقت برضو الطلب. يعني احنا دلوقتي في نفس الكاتيجوري بتاع البلدان الكبرى في كره القدم. طب عايزين بقى نتكلم كده على الاستعدادات الاخيره والنهائيه قبل الماتش المهم جدا ده، ديربي الكره المصريه الاهلي والزمالك. نبدا بالاهلي. كولر اختار انه يوصل هناك السعوديه قبل المباراه ب 48 ساعه، شاف يعني السبب ده ايه، وكولر هيلعب الماتش ازاي؟ طيب خليني اقول لك ان كولر ما عملش جديد، هو ده اللي بيعمله في كل مباراه خارج مصر. يعني لو انت رجعنا بالزمن بس فتره بسيطه اسبوعين، هنلاقي ان كولر راح الجزائر عشان يلعب مع في البطوله الافريقيه قبلها ب 48 ساعه. وكان فاضل اسبوع والمفروض ان هو يروح يلعب مع مديامة الغاني، رجع هنا القاهره وفضل يعمل خطته هنا واستعد بشكل كويس قبل السفر لغانا ب 48 ساعه، وحصلت مشكله الطياره اللي حصل فيها عطل بعد ما عملوا ترانزيت في مطار كوماسي في غانا، ووصل قبل المباراه بيوم واحد. فكولر امبارح اتكلم في الموضوع ده كمان في المؤتمر الصحفي قبل المباراه، وقال انا بحب اعمل التاكتكس بتاعتي كلها، خلص الشغل الفني بتاعي كله في القاهره في الملعب بتاعي، وبعد كده اسافر. بيبقى اللي بنعمله هنا في السعوديه او في اي مكان في البلد اللي هنلعب فيه بيبقى مجرد يعني احماءات وتدريبات عاديه، ولكن احنا خلصنا الهوم ورك. اللعيبه بس رجلها تاخد على الملعب اللي هيتلعب فيه اكتر ولا اقل. هو قال كده، احنا خلصنا الهوم ورك بتاعنا، خلصناه في يعني في ملعبنا، ونيجي نشتغل هنا بقى المباراه على طول، مجرد بس بنتعود على الاجواء ونستعد بشكل كويس. كولر على المستوى الفني بقى بالنسبه للمباراه عنده يعني عنده مشاكل كتير قوي بصراحه، اهمهم طبعا خط الهجوم، لان اصابه وسام ابو علي فرقت كتير. صحيح. مع النادي الاهلي طبعا في ظل المشكله اللي ما بين كولر وكهربا بسبب عدم سفره مع الفريق لمباراه مدياما بسبب ارتباطه طبعا بزفاف شقيقته. فطبعا كولر ساعتها بلغ كهربا ان انت المهاجم رقم ثلاثة بالنسبه لي، رقم ثلاثة على اساس ان في مودست انتوني مودست ووسام ابو علي وكهربا. جه وسام ابو علي تالق في مباراه بلديه المحله وسجل هدفين وظهر بمستوى كويس جدا، فبالتالي ده عزز من قوه قرار كولر ان انا دلوقتي يا كهربا انا عندي البديل الجاهز اللي الجماهير راضيه عنه، لان في النهايه خلينا نكون صراحة الناس مش راضيه عن اداء مودست مع النادي الاهلي. مودست لم يقدم ما يشفع له للاستمرار مع النادي الاهلي برغم المبلغ الكبير اللي مدفوع فيه، ولكن في النهايه ما قدمش اي مردود فني نقدر نقول ان هو كويس. ولكن وسام العكس تماما، اول مباراه سجل هدفين، فطبعا دي بتدي يعني انفراجه لجماهير النادي الاهلي. ولكن ده للاسف وسام مش موجود في المباراه، فهنا كولر في مشكله. هل هيعتمد على مودست في مباراه كبيره زي دي، مباراه كل جماهير النادي الاهلي، مباراه مفصليه في الموسم؟ هل لان المباراه دي الفوز فيها مفصل، الفوز هيخليك تاخد دفعه كبيره لكل البطولات اللي جايه الشامبيونز. طب او اول لقاء لجوميز مع كولر، كيف ستكون مباراه كولر سلاش جوميز؟ لا هي صعبه جدا لان الظروف مختلفه. كولر بقاله سنتين في النادي الاهلي، عارف اللعيبه، عارف امكانيات اللعيبه، عارف الشكل اللي هيلعب بيه. جوميز بقاله ثلاث مباريات بس مع نادي الزمالك، لحد دلوقتي لم يستقر على تشكيل واضح لنادي الزمالك. مباراه بيلعب عبد الله السعيد في مركز، مباراه ثانيه ما بيلعبش بيه، مباراه بيلعب بيه في مركز ثاني خالص. بس خلينا نتفق ان لما بننزل مباراه اهلي وزمالك الملعب بيبقى مختلف، يعني ايا كان الفرقتين بياخدوا شكل مختلف. بس وجهه نظر المدير الفني بتفرق كتير جدا، يعني زي ما حضرتك قلتي كولر وجوماز الافضليه طبعا هتكون لكولر لان هو مستقر فنيا، مستقر مع الفريق، عارف لعيبته كويس. جوميز لسه بيتعرف على لعيبه نادي الزمالك، الزمالك برضو عنده لعيبه مهمه، عنده عبد الله السعيد، عنده شيكابالا، عنده يعني مصطفى شلبي رجع له كان غايب الفتره اللي فاتت، عنده واحد من اللعيبه المحوريه زي دونجا. فطبعا الزمالك برضو سكواد قوي، محتاج ان المدير الفني لو
فاهم الامور كويس ومسيطر على اللعيبه هيمشي ان شاء الله بشكل كويس. طب سريعا الغيابات ممكن تاثر ازاي في كل من الفريقين في الاهلي والزمالك؟ احنا لسه متكلمين على وسام ابو علي اللي هو تالق في ماتش بلديه المحله وكمان يعني مهاجم مهم جدا في النادي الاهلي. بالنسبه للزمالك الغيابات هتكون عامله ازاي واي فريق هيتاثر اكتر بالغيابات؟ الزمالك عنده غيابات كبيره طبعا، عنده الونش، عنده صليبي، عنده عبد الشافي، عنده صليبي، فعنده غيابات كبيره جدا. ولكن الزمالك بعد التجديدات الزمالك بقى كويس، ممكن اقول لك الزمالك هيلعب بتشكيله هيبقى شكله واضح نسبيا، سواء محمد صبحي او عواد الاقرب فيه، لسه الراجل ما حسمش واحد فيهم هيلعب، عنده عمر جابر هيلعب ناحيه اليمين، رجع له احمد فتوح ودي دفعه قويه جدا لنادي الزمالك، عنده المثلوثي بيلعب مساك جنب حسام عبد المجيد، اثنين ديفندرز هيبقى دونجا ومحمد اشرف روقه، وقدامهم عبد الله السعيد وزيزو موجود ومصطفى شلبي، وفي الهجوم ناصر منسي، وفي على الدكه اوراق رابحه كبيره اهمهم طبعا شيكابالا وسيف الدين الجزيري، الاثنين اوراق رابحه هيبقوا للزمالك كتير جدا، ممكن يحصل تعديلات ولكن ده التشكيل الاقرب بالنسبه لنادي الزمالك. كل الشكر ليك استاذ محمد يحيى الناقد الرياضي وصحفي بجريده الوطن، نورتنا وشرفتنا وعرفتنا احنا متوقعين نتفرج على ايه بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك معانا. ان شاء الله ماتش حلو جدا يسعد كده كل الجماهير الاهلي والزمالك بكره ان شاء الله، نهائي كاس مصر في المملكه العربيه السعوديه. نروح دلوقتي مع حضراتكم لموجز واهم واخر الانباء، موجز التاسعه صباحا مع لمياء حمدين، اتفضلي لمياء. شكرا لك محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشرف رئيس مجلس الوزراء اليوم على الإفراج عن البضائع من ميناء الأسكندرية ويتابع سير عملية الإفراجات بباقي المواني المختلفة. هذا وتشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. يأتي ذلك انعكاسا لنجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة وإسهاما في توفير السلع بالأسواق وتحقيقا لتوازن وانضباط للأسعار. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري والتي أعدتها الحكومة. جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي للحكومة وممثلي صندوق النقد الدولي، حيث تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر. أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على أن الهدف من قرار رفع سعري الإيداع والإقراض هو احتواء التضخم، مشيرا إلى أن سعر الفائدة على المسار التنازلي. وخلال مؤتمر صحفي أكد محافظ البنك المركزي أن البنك لم ولن يستهدف سعر صرف محدد بل يستهدف كبح جماح التضخم. وأضاف محافظ البنك المركزي أن التضخم يؤذي الاقتصاد على المدى البعيد أكثر من رفع سعر الفائدة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال شنت أكثر من 40 غارة على مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 13 بعضهم بجروح خطيرة جنوب غزة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لعدد من مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، كما احتجز جيش الاحتلال مركبة إسعاف طمون جنوب طوباس ومنعها من الوصول لموقع إصابة شاب برصاص الاحتلال. جددت الصين دعوتها لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وشدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على أنه لا يوجد ما يبرر استمرار قتل المدنيين، مضيفا أن بلاده تدعم عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة. وطلب وزير الخارجية الصيني بوقف إطلاق النار في غزة، معتبرا هذا التزاما أخلاقيا.
توعدت الولايات المتحدة قوات الحوثي بمحاسبتها على الهجوم الذي استهدف سفينة بضائع أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات جوية ضد طائرتين مسيرتين في منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي باليمن، بعدما شكلتا تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. النهاردة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هيشرف مباشرة على الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية والأعلاف من المواني والأدوية، وده مباشرة كمان في اليوم التالي للقرارات المهمة اللي أصدرها البنك المركزي واللي بتساعد في مواجهة التضخم. تفاصيل أكتر خلينا نعرفها ونفهمها من ضيفنا دكتور يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي اللي بنسعد بوجوده معانا. صباح الخير عليك يا دكتور، وأهلا. صباح الخير عليك وعلى كل متابعينا وعلى مصر كلها، وكل سنة طيبين ورمضان إن شاء الله كريم على مصر، والكرم بدأ من قرارات أمس. طيب دكتور، حضرتك هو لسه بتقول الموضوع، فهذا هو يعني أول سؤال هنتكلم فيه. ابتدت النتائج أو ابتدت على طول قرارات تظهر لي أو بوادر لقرارات الأمس من البنك المركزي، لو تقول لنا تفاصيل بقى إيه اللي هيحصل؟ طيب، نتائجها اشرحها لنا أكتر سريعا. طبعا كلنا عارفين إن إحنا عشان ما ناخدش في ثانية كان في مشكلة اقتصادية زي أزمة اقتصادية عالمية، احنا كنا جزء من العالم نتيجة أسباب كتير شرحناها في حلقات كتير وظروف كتير جدا أدت إلى وجود مشكلة كبيرة جدا لعدم توافر الوفرة الدولارية للعملة الأجنبية، وبالتالي كان أصبح عندنا سعرين للسوق الموازي، الأمر اللي استمر كتير جدا. الأمر ده كل السنوات اللي سابقة قبل كده من على مدار 33 سنة كنا بنحله إزاي؟ بإن احنا بنعالج العرض وفي أول أسبوعين ثلاثة أو أول شهر، وبعدين إيه البنك المركزي يضخ دولار وبالتالي نبدأ نعيد العملة تاني ونرجع تاني بعد سنتين. إلا إن النظام الحالي زي ما وعد الشعب المصري إنه هيعالج المرض الاقتصادي، وسيادة الرئيس لما جه قال ساعدوني يا مصريين وإحنا عايزين نحل المشكلة من جذورها، ولذلك تحمل الشعب المصري العظيم بطل الإصلاح الاقتصادي، واستمرنا في الظروف دي أكتر من 12 ل 13 شهر لحد ما بدأ يحصل عمليات معينة في الأسواق، ومن شأن هذه العمليات إن احنا نستفيد باللي أجريناه من بنية تحتية والأخره، إلى أن توقعت يعني واحدة من أهم الصفقات الاستثمارية لشراكة استثمارية مصرية مع الجانب الإماراتي وصندوق الاستثمار في أبو ظبي، وبقى في وفرة دولارية. هذه الوفرة الدولارية الآن دخلت البنك المركزي المصري، وبالتالي البنك المركزي المصري بدأ ياخد إجراءاته لعلاج السياسة النقدية عشان يعمل إيه؟ عشان السادة المشاهدين يبقوا معانا، عشان يوحد سعر الصرف. جميل. ما بين السوق الموازي وما بين البنك، ويعمل إيه تاني؟ ويبدأ يوفر العملة الدولارية للاستيراد السلع والخامات، الخامات والبضائع ومكونات الأعلاف والإنتاج الداجني اللي بيتأثر في السلع الأساسية للمواطنين، والأمن الغذائي والأمن الدوائي للمواطن هو رقم واحد. طيب هيعمل في كده ايه تاني؟ هيبدا يقول امبارح زي ما عرفنا انه القرارات صدرت صباحا، بدا يحرك سعر الصرف امام الدولار، بحركه النهارده هو مش خايف. قبل كده الناس كتير جدا من شهر ومن شهرين ومن ثلاثه، طب ما نرفع، طب ما نخلي السعر 70 جنيه، طب ما نسيب، لا، هو لو حرك السعر وما عندوش الوفره الدولاريه وما عندوش المخزون الدولاري وما عندوش احتياجاته الدولاريه وتدفقات الدولاريه القادمه، كان هيحصل له مشكله رده فعل عنيفه جدا من السوق السوداء. والسوق السوداء طبعا فيها عناصر كتير جدا. يعني نفهم من كده دكتور يسري ان كان في تهيئه طبعا قبل اتخاذ هذا القرار، طبعاً تهيئه في السياسه النقديه وفي السوق بشكل مباشر عشان يحصل اصدار هذه القرارات. بالظبط، احنا بنخاطب الناس دايما بنقول يا جماعه برضو اوعى تفتكر ان متخذ القرار او اللي بيطلع ياخد قرار او اللي بياخد مش مدروس او مش مدروس بعنايه او باحكام وعارف كويس جدا هيعمل ايه. طيب انا عندي تضخم، طب في التضخم ده اقدر اعمل ايه كمان في نفس القرار؟ يعني انا النهارده بدات احرك سعر العمله او الجنيه امام الدولار، وانا مش يعني حتى تصريحات محافظ البنك المركزي بتؤكد ان هو هيقعد كمنظم للعمليه دي ومراقب
لاي هزه او لاي شيء ممكن يحصل او رده فعل من السوق السوداء او لغيره، هيبدا التدخل المركزي بوفره اكتر من الدولار، وبالتالي من النهارده لا امل في ارتفاع دولاري تاني في جوده الاسعار. حته التضخم، معلش يا دكتور يسري، في حته التضخم دي تهم الناس كلها طبعا، وهي الاسعار طبعا. يعني الناس بتسال طيب القرارات دي ازاي ممكن تواجه اثار الموجه التضخميه او ارتفاع الاسعار في الشارع؟ هنقول حاجتين مهمين. هو طبعا عمل شهادات 30% وهتكون دي فتره مؤقته جدا وقصيره جدا ومتناقصه، وبداوا يعني تفاصيلها امبارح بعد الظهر، وبالتالي المتبقي او هو عايز يسيطر على السيوله اللي موجوده في السوق علشان خاطر يقدر يعمل تغير في معدلات التضخم، ويبدا ياخد معدلات التضخم وينزل. المرحله دي من وجهه نظري هتبان معاك في بدايه شهر مايو بشكل جيد جدا. احنا عايزين نقول للتجار ايه ونقول للمشاهدين ايه؟ خلي بالك من التاجر اللي سعر بضاعته على 70 دولار، احنا النهارده بنوفر له الدولار وموجود اهو في البنك اقل، وهيكون اقل من 50. وهنا عايز اقول حاجه برضو مهمه جدا في سعر الدولار، في مرحله ما بعد التحريك دايما بيحصل عمليات اهتزازيه وبتبقى لمده اسبوعين لثلاث اسابيع، 50 47 46، هو بدا امبارح ب 37.5 طلع 44.5 بعدين 47 بعدين نزل 46 بعد طلع 50. الموجات الابتدائيه دي لمده الى ان يستقر، توقعي الشخصي انه هيستقر في المسافه اللي ما بين 37 ل 40 ده بحد اقصى، وخلال 3 4 اسابيع هيكون في استقرار اكتر. سمعنا اخبار كتير جدا، ودي يمكن شبه احنا متابعين الموقف بشكل جيد، ان في صفقات اخرى لمطورين عقاريين دوليين في جمهوريه مصر العربيه، وسمعنا ايضا عن اللي حصل امبارح ده هيبقى له نتائج ازاي عشان نتكلم على موضوع الاسعار، بس النتائج هتمشي معانا ازاي. اول حاجه احنا ما كناش عارفين في الفتره اللي فاتت نسرع وتيره تاسيس وتوسيع التعامل في سياسه ملكيه الدوله وتطبيق وثيقه ملكيه الدوله والتوسع في الاطروحات الحكوميه. النهارده الاطروحات ليه؟ لانه كان عندنا سعرين لسعر العمله، فالمستثمر كان بيوفر حساباته. النهارده السعرين تم توحيدهم، وبالتالي كل المشروعات زي الاسماء اللي قال احنا عندنا 32 شركه طرحنا منهم 5 أو 6 والباقي بسرعه جدا هيدخل في 24. النهارده كمان كان عندنا ما يقرب من 10 مليار دولار بيهربوا من تحويلات المصريين بالخارج نتيجه ان في سعرين. المعدل ده على طول هيتسمع معاك الشهر ده، لانه في النهايه انا هحول هنا هحول هنا هو سعر واحد. طيب اللي هيحصل تالت ايه؟ لما النهارده مجلس الوزراء المصري ودوله رئيس الوزراء موجود بنفسه وبيحاول وينهي تماما وفق توجهات القياده السياسيه والرئاسه على مشكله تراكم البضائع اللي حصلت لنا، بدات بعد جراء التحرك الروسي على الارض الاوكرانيه مرورا بتسعه اشهر. النهارده لما ننهي الكلام ده خلال هذا الاسبوع وبقيمه ما يعني حوالي 6.5 مليار دولار عشان ننجز كل الموجود ده. السلع الاوليه والخامات دي هتروح فين؟ هتروح المصانع، تحرك عجله الانتاج، بيبدا رقم الصادر بتاعك يرتفع، يبقى عندك الحصيله الدولاريه من الصادر، الحصيله الدولاريه من المصريين بالخارج، الحصيله الدولاريه من جلب الصادر جلب المباشر. حتى على اصغر بكتير، احنا لما المواد الخام دي هتروح المصانع بدل ما المصنع شغال ورديه ولا شغال ورديه ونص هيشتغل ورديتين، الكوست هيتقسم على عدد انتاج اكبر، فالتكلفه اللي كان بيتحملها منتج واحد هيتحملها عدد اكبر، فهيتتوزع فالسعر كل ده هيبدا يشتغل عليه. زائد ان انا برضو عايز ارد هنا على حاجه مهمه جدا فيما يتعلق بالاسعار. التاجر اللي بيبيع اسعار النهارده، وانا كمواطن برضو لازم يعني احنا الاثنين نساعد بعض. هي الدوله عباره عن ايه؟ عباره عن مواطن والحكومه والقطاع الخاص والمواطنين، لازم نساعد بعض. يعني انا النهارده عندي تاجر مسعر سلعته على 70 دولار، النهارده الدولار موجود معاه في الاسواق باقل من 50 جنيه. طيب انت ليه مصر انك انت تمشي معايا وانت نزل لك في سعر الدولار اكتر من 50% في السعر؟ فانت ليه مصر معايا انك مصر هتعمل معاه ازاي؟ هتصرف معاه ازاي؟ شوف يعني هو طبعا انا هنا دوري كمواطن وشفت ده، وطبعا مش بعيد حاله الجشع اللي بتبقى موجوده لبعض التجار، تصرفي انا كمواطن ازاي وازاي الحلقه هنا تكتمل ما بين المواطن والحكومه وكمان التجار والقطاع الخاص؟ الحكومه خدت اجراءات لو تفتكروا، نرجع تاني من اسبوع لما اتكلمنا على توافر بعض السلع الاساسيه، والسلع الاساسيه قلنا هنتكلم فيها على اسعار معينه وتثبيت اسعار سلع اساسيه معينه وتعلن في الاسواق بشكل معين في سلع مهمه جدا تهم المواطن بشكل مباشر.
الامر الثاني ما فيش ادنى شك ان في فجوات بتحصل في توافر سلعه او سلعتين بيحصل فيها فقاقيع وبتستغل ايضا استغلال سياسي من اهل الشر وبعض الاماكن. ويمكن النهارده احنا مصر هتستورد كميه سكر وفي 300 الف طن يمكن خلاص تم وصول خلال ايام. احيانا بيحصل ما بين عروه وعروه في منتج او محاصيل زراعيه معينه شيء بيحصل في كل حته فبتبدا تستغل وتبقى بقعه تزيد شويه في الضوء بتاعها. المهم جدا ان انا يعني في حاجتين، ان انا الاجهزه الرقابيه بتاعتي تبدا تنشط في اتجاه حمايه المستهلك بشكل جيد جدا وبشكل فاعل وبشكل فيه مصداقيه وشفافيه عشان خاطر تبدا تجيب نتائج ايجابيه. الامر الثاني ان المواطن يبدا ياخد باله برضو من فكره الناس اللي بتخزن السلع. احنا محتاجين يعني لما الاقي في ازمه معينه ما اروحش عشان اجيب 20 كيلو سكر عشان الازمه دي، اجيب برضو 2 3 كيلو حسب يعني احتياجاتي. لازم كلنا نشتغل، فخلونا نتفق ان لو كل الناس مش انا لا احمل المسؤوليه عشان برضو المواطن اللي بيسمعنا ما يقولش الناس اللي بتطلع في الاعلام بتتكلم علينا، لا احنا بنتكلم عشان نوزع المهام علينا كلنا لان الموضوع يخصنا كلنا ما بين المنتج والبائع والتاجر وتاجر الجمله والمصنع والمخزن والناس دي كلها لازم تشتغل في منظومه واحده. لانك مهما اديت كميات اطنان من سلعه معينه وفي ناس بتشتغل عليها عشان تسربها او تخزنها من الاسواق او ترفع سعرها اكيد هنفضل نلاحق بعض في المسافه دي كتير. فكلنا عايزين نشتغل في المنظومه دي بشكل جيد. طبعا مفيش ادنى شك ان الشغل بيبدا من الجهات الحكوميه والجهات الحكوميه بتاخد قراراتها وبتاخد يعني استعداداتها علشان خاطر يعني مثلا احنا اللي عايز اقوله مثلا احنا على ابواب شهر رمضان. شهر رمضان طبيعي جدا ان الطلب بيرتفع فيه والطلب السلعي بيرتفع فيه في اول اسبوعين على الاقل، وبالتالي نتائج عشان برضو ردة فعل السوشيال ميديا في مصر يقول لك بقوموا طب النتائج والاسعار ما نزلتش. نتائج اول نتيجه يا جماعه، اول نتيجه بتحصل في مثل هذه الامور انك بتضمن ان الاسعار ما بتزيدش. يعني ثبات، فده ثبات. انت النهارده ما عادش حد عنده شرعنه زياده السعر. هو كان بشرعنها بايه؟ الدولار يا فندم، والدولار طالع. النهارده انت وقفت شرعنه زياده الاسعار. القرارات وقفت اللعب على الحبلين لو يجوز لنا استخدام المصطلح، لان اتقال الاسعار وظاهره الدولاره اللي موجوده او التعامل استخدام اللفظ الدولاري كفزاعه طول الوقت فزاعه عشان خاطر ارفع. فده انت انتهيت منه من امبارح، ده شيء مهم جدا. هياخد معاك وقت تدريجي في مقاومه طبعا، لانه برضه في ناس كتير جدا انت لست اكثر حزنا من واحد افتكر نفسه هيبقى صاحب سريع اشترى دولار ب 70 جنيه النهارده 8. فبالتالي لازم ده هيقاوم وده بيسال ونفسه، وفي واحد بيسالك بس هو بيسالني كاستشاري او كخبير ونفسه الدولار يبقى ب 90 جنيه عشان كان عايز يكسب عشان حلمه القديم. احنا برضه كان يعني خلينا نتفق على حاجه يا جماعه مهم جدا، مفيش ناس في العالم في اي قطعه في العالم بتحول بنفسها كشعوب الدولار من ورقه نقديه لاداء السلع والخدمات الى سلعه. هو لازم يكون برضو معايا شريك. انا اتاجر في دولار ليه؟ عشان خاطر ايه؟ اكسب منه. انا اكسب من انتاج، اكسب من صناعه، اكسب من زراعه، اكسب من محل بشتغل فيه، اكسب من مصنع، اكسب من شركه. لكن الدولار عمره ما كان ورقه يعني سلعه عشان خاطر اقدر اتاجر واكسب فيها. الحاجه المهمه جدا برضو عايزين نرد على الناس اللي بتتكلم على رفع سعر الفايده وانه يقول لك ده هيأثر على الحركه بتاعت الاستثمار والصناعه والتجاره، وانا ازاي كرجل اعمال؟ مش متناقصه يا دكتور؟ الفائده الثانيه متناقصه بتاعت الشهادات اللي هتجمع، لكن حتى البنك المركزي عنده مبادرات اللي نقلها لوزاره الماليه اللي ب 11%. هذه المبادرات ستستمر لمده سنتين للمصنع والمزارع الجاد المستثمر اللي عنده فعلا استثمارات. يبقى احنا عندي نوعين في السوق بيشتكوا على السوشيال ميديا لانه بيعملوا رد عكسي. واحد تاجر بيقول لك ازاي وانا هتاجر ازاي ده اللي انا الفايده عندي عاليه. لا انت حبيبي، انت كتاجر انت مسعر بضاعتك للناس على 70 دولار، فما تجيش تشتكي لنا عشان فايده. وانت كقطاع خاص وطني بتصطف اصطفاف وطني معانا تعرف كويس جدا ان الجد منك له مبادرات هتستمر بشكل معين وهيهندلها البنك المركزي مع البنوك عشان خاطر يعرف يطلع لك علاج للفجوات التمويليه اللي انت بتبحث عن جزئيه فيها. والامور دي هتتم بشكل سريع جدا لانه في الدول بتدار ما بين ليرز او طبقات، الحكومه والمجتمع المدني، القطاع الخاص، وكل الطبقات دي بتؤثر في بعض وبنشوف نتيجتها على المدى القصير والمتوسط والطويل. بالظبط. اتجاه مهم جدا احنا كلنا متابعينه واكيد خبراء ومحللين اقتصاديين متابعينه بيطالبوا بيه من زمان،
والدكتور مصطفى مدبولي اكد عليه اكتر من مره، فكره الاتجاه نحو ترشيد الانفاق الحكومي، ان الحكومه ترشد في نفقاتها، مع تاكيد دايما على فكره شراكه مع القطاع الخاص وتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. فكره ترشيد الانفاق الحكومي ده الى اي مدى ممكن يساعدني طيب في اجتياز اي تحدي اقتصادي جاي؟ احنا سالنا كتير جدا خلال الاسبوعين اللي فاتوا، ويمكن كان يعني احنا ورانا عندنا احداث اقتصاديه متلاحقه ويمكن الاعلام كتير يتكلم معانا فيما يتعلق ببعض مرحله ما بعد صفقه راس الحكمه. اولا احنا اكدنا على الاستمرار في ترشيد الانفاق الحكومي، يعني ليس وده يمكن حتى الدوله طلعت اكدت عليه كمان، فاحنا كناس محللين بنشوف الوضع، فالدوله اكدت على هذا الكلام. ده واحد. اثنين، والمهم جدا، انه الاستمرار في سياسه التشديد النقدي حتى يتم الحفاظ التام على مستويات التسيير الاقتصادي بشكل ما يحصلش فيه اهتزاز السياسه النقديه تاني. ثلاثه، والمهم جدا وده شيء يعني لازم نتفق عليه، انه فوائد او التدفقات الدولاريه لابد ان توجه باتزان الى مشروعات تعزز القدرات الانتاجيه الزراعيه والصناعيه، طب بجانب المشروعات الخاصه بالتنميه العمرانيه السياحيه، حتى نستطيع ان نخلق قواعد لاقتصاد حقيقي جديد يواجه هذه الازمات. وهذا ما تنتهجه الدوله في 10 سنوات سابقه، انه يصر على علاج المرض وليس الوقوف عند علاج العرض. رقم اربعه والمهم جدا، دائما بننادي ب توسع الاستثمارات العامة للدولة في المشروعات الانتاجية والصناعية الحقيقية، ومحاولة إيجاد آلية لأن احنا انتهينا من مشروعات البنية التحتية ومشروعات القومية البنية التحتية لمشروعات اللي العائد بتاعها بيجي على المدى الطويل، وبالتالي نتجه إلى مشروعات العائد بتاعها بيجي على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي خلق هذه المعادلة مش هيدخلنا في دوائر العجز في الاحتياج للمنظومة أو العملة الدولارية. الأمر المهم جدا برضو، بالعكس ده ممكن يدخلنا عملة دولارية. الأمر المهم جدا، اتفقنا أنه لازم يتم التحرك بأساليب وأفكار وأطروحات ومبادرات حديثة فيما يتعلق بملف السياحة، لأنه هو ملف من الملفات المهمة جدا اللي بنعول عليها في الشكل الأجل القصير إلى زيادة الحصيلة الدولارية داخل جوية مصر العربية. الحاجة السابعة والمهمة جدا، اللي هي كفاءة الجهاز الإداري الحكومي في التعاطي مع الاستثمار الأجنبي الذي يدخل إلى جوية مصر العربية. هنتكلم ده بوضوح مع الناس، نقول إيه عندنا مدينة رأس الحكمة الجديد، هيكون السيادة المصرية للدولة فيها موظف التأمينات وموظف الضرائب وموظف الجوازات وموظف الشهر العقاري. الآلية دي عايزة تشتغل دولي برضه، وعايزة تشتغل بكفاءة علشان خاطر تقدر تعمل مع المنظومة الاستثمارية الدولية عملية تجانس وتناغم. مش هينفع نشتغل بسيستم في الجهات الإدارية الحكومية وكفاءة الجهاز الحكومي مع مثل هذه المشروعات اللي هتطلع مدن كبيرة دولية على أرض مصر. هنا الموضوعات دي كلها الأخير فيها والمهم كمان هو عمليات التخطيط في سلاسل الإمداد المحلية. يعني لما نيجي نفتح 10 مليون مطعم يبقى لازم عاملين حسابنا بزياده زراعه محاصيل الخيار والطماطم والجرجير 10 فدادين، عشان ما يحصلش في سلاسل الامداد اي فقاقيع تتماشى، يبقى في ماتشنج موجود او تناغم موجود في عمليه التخطيط ما بين الانتاج المحلي، معدات الاكتفاء الذاتي، معدات الامن الغذائي، معدات الامن الدوائي، واحتياجات الناس اللي موجوده على ارض مصر. المعادلات دي المفترض في المرحله الجايه هتدخل كلها علشان خاطر تحقق أهداف رؤيتنا في أنك تكون اقتصاد فاعل واقتصاد مؤثر، واحد من أحسن الاقتصادات في عام 2020، من أحسن 10 اقتصادات وفق لرؤية 2030 أنت حاططها. وده كله بقى يحصل فيه إيه؟ والسؤال اللي المشاهد بيسمعنا وعايز يطمن عليه، أن كل نتائج هذا الاقتصاد تنعكس على حياة المواطن وعلى معيشة المواطن وعلى التعليم والصحة، هم اللي أهم بندين بيعاني دايما منهم المواطن في الأسواق الناشئة ودول العالم الثالث. يعني في هناك مقولة شهيرة جدا اقتصادية بتقول، إذا لم تستطيع أن تزيد دخل أو رفع مستوى دخل مواطن، ارفع عنه أعباء بيدفعها في موضوعات مهمة جدا وأساسية في حياته. أنا بتصور من وجهة نظري أنه تزامن قبل كام أسبوع هناك قرارات للحماية الاجتماعية. نعم. وهذه القرارات يعني كانت أجمل ما فيها أنها هناك تعليمات بمصداقية وبواجبة التنفيذ والنفاذ، وأعتقد السيد وزير المالية استعد استعداد جيد جدا لذلك.
لما ياتي ذلك مع ضبط السياسه النقديه، مع جذب استثمار اجنبي مباشر، مع يعني دعوات لاستغلال هذه الحاله بشكل جيد، هيبقى في انعكاس جيد وفي مصادر عشان تقدر تغذي هذه القوى في الحمايه المجتمعيه. اخر نقطه في النقطه رقم 10، ان احنا في ملف المصريين بالخارج. انا شخصيا بشوف انه ملف المصريين بالخارج الاخوه المسؤولين قطعوا شوط طويل جدا مشكورين عليه في مساله ربط المصريين ببلاد المهجر وتعلم اللغه العربيه، ونعم نستطيع واستخدام الخبراء، لكن ما زلنا نحتاج الى مجموعه من المشروعات لجذب مدخرات المصريين بالخارج وليس تحويلات المصريين بالخارج. هناك فارق ما بين مدخرات المصريين بالخارج وتحويلات المصريين بالخارج. المصريين بالخارج بيحتاجوا احتضان اقتصادي، هذا الاحتضان لابد ان يكون وفق كفاءه ووفق مشروعات ذات طبيعه خاصه ومزايا خاصه. يعني انا لما اجيب 10 مصريين بالخارج دكاتره صيادله عايشين في الخليج، اقول لهم الارض دي اعملوا عليها مصنع ومعاكم اعفاء 40 سنه عشان انتم مصريين بالخارج. فجذب مدخرات المصريين بالخارج ده ملف المفروض نشتغل عليه بشكل اوسع، لانه هيكون واحد من العناصر المهمه جدا لتغذيه الحصيله الدولاريه المصريه التغذيه المستدامه. في اطار هذه المنظومه اقدر اقول قبل شهر رمضان، احنا داخلين شهر رمضان المره دي بشكل في جزء مهم جدا من القرارات جدا. سواء على مستوى الحمايه المجتمعيه او على مستوى السياسه النقديه او على مستوى السياسه الماليه التي نامل ان يزداد العمل فيها لتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه في المرحله المقبله، وبالتالي يتحرك الشعب كله، الشعب، القطاع الخاص، الحكومه، في نسق متسق خلف قياده سياسيه تعمل على علاج الاقتصاد، وهو علاج المرض الحقيقي وليس الاكتفاء بعلاج العرض كما كنا نفعل في 33 عام سابقا. دكتور عملت لنا عرض بانورامي للوضع اللي موجود، وشرحت لنا كتير من النقاط اللي كنا حقيقي محتاجين نفهمها بشكل مبسط. يعني كنا محتاجين نفهم الصوره الكبيره اقتصاديا والصوره البسيطه اللي هتبقى موجوده في بيوتنا كلنا باختلاف المستويات الاجتماعيه لكل المصريين. الكل كان محتاج يعرف هو رايح على فين. كل الشكر ليك الدكتور يسري الشرقاوي، نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك، نورتنا وشرفتنا. صباح الخير على حضرتك. لسه مكملين معاكم مشاهدينا، فاصل سريع من بعده الفقره الاخيره في صباح الخير يا مصر. كل سنه وحضراتكم طيبين. ايام قليله بتوصلنا على شهر رمضان الكريم، الشهر اللي بيحلى فيه السهر والعزومات والتجمع. شهر كريم جاي في بدايه النص الثاني من العام الدراسي، بيكون فيه ارباك كده في البيوت وبيبقى فيه ربكه، بنبقى مش عارفين كأهالي ننظم وقت الولاد ما بين المدرسة وما بين المراجعات وما بين التدريبات وما بين الالتزامات الدينية وما بين الالتزامات الأسرية والتجمعات. بنبقى حيرانين وبنبقى احنا نفسنا مش عارفين ناخد بالنا منهم قوي، لأن احنا ورانا فروض كتير من الدين والطاعة بنبقى منشغلين بيها أكتر من ان احنا نبقى مشغولين بالولاد. تدخل بقى الدراما وتدخل بقى الولاد بيتفننوا في تضييع الوقت في واخده موقف الولاد واخده موقف. لا فعلا منا رمضان، لا رمضان صعب جدا طبعا. اكيد كل البيوت المصريه والاسر المصريه حاله الشد والجذب اللي بتبقى ساعه الفطار تحديدا وقبل ساعه الفطار. ازاي نتعامل مع ولادنا اطفالنا؟ ننظم وقتنا ازاي طول اليوم؟ اسئله كثيره جدا بنسالها، لانه رمضان حاله جميله جدا، حاله روحانيه وحاله فيها بهجه، وكمان محتاجين ننظم في الوقت. معانا دكتورة إيمان حفظي، استشاري تربية ومدرب معتمد لتعليم الكبار. صباح الخير على حضرتك، منورانا وشرفانا. طبعا قبل ما نطلع على الهواء اتكلمنا انا ومنا مع حضرتك، يعني عندنا مشاكل كتيره مع الولاد، لكن عايز اسالك فعلا ازاي نساعد اطفالنا واولادنا على تنظيم وقتهم في رمضان. بنشوف ساعات انه الاطفال او الولاد على حسب اختلاف سنهم يعني بيصحوا متاخر، في بعض الاحيان بيبقى ما بقاش في تنظيم للوقت بشكل محدد. ازاي نتعامل مع اطفالنا اولا؟ تمام، اولا طبعا صباح الخير على حضراتكم وعلى جميع مشاهدينا، وكل سنه وحضراتكم طيبين وشعب مصر كله طيب وبخير. زي ما حضراتكم قلتم، هي رمضان حاله فعلا. احنا بس بنخلط قبل رمضان ان احنا ما بنخليش رمضان حاله اللايف ستايل بتاعنا العادي اللي هي بيتركز في نقطه معينه، هي تنظيم الوقت. احنا قبل رمضان بنمشي بشكل عشوائي شويه، ما بيكونش في عندنا مثلا مراحل اساسيه في اليوم بتاعنا، فاحنا جه رمضان بينظم لنا الوقت. فاحنا بنستغل رمضان ان هو يبقى فتره اعاده يعني تشكيل للحياه بتاعتهم والحياه بتاعتنا احنا كمان.
خصوصا ان رمضان بيتمحور في ثلاث محاور اساسيه او ثلاث مواعيد اساسيه زي ما حضراتكم ذكرتم، اللي هو الفطار، السحور، وما طبعا قبل الفطار وبعد الفطار والسحور. فاحنا نحاول نخلي اولادنا ان هم يبقى في تهيئه قبل رمضان، دي مهمه جدا جدا، ان احنا نحاول ما نحسسهمش ان بيحصل ازمه او ارتباك اللي احنا اتكلمنا فيها في وقت رمضان، لان ده هيخلي عندهم ارتباط شرطي ما بين ان رمضان ماما بتزعق كتير، بابا بيزعق كتير، بيبقوا عصبيين، بالظبط بيبقوا متعصبين. والله ما بيبقى في حد في نفس يتكلم اصلا، حد بيجي النفس ساعتها. هو بس هما بيبقى عندهم ارتباط بحاجه زي كده، فاحنا بنعكس لهم، بنعمل لهم ريفلكشن بالحاله اللي عندنا احنا جواه. دي بتبقى نتيجه طبعا حاجات كتير ممكن نتناقش فيها ان شاء الله اثناء اللقاء، بس احنا نحاول نعودهم لا، رمضان اعاده تنظيم الوقت. ازاي اهيئ لرمضان؟ يعني حضرتك قلتي لازم قبل رمضان يبقى في تهيئه لرمضان. تمام. عاملها ازاي؟ تمام. اولا احنا مش اول ما يجي رمضان يلا هنصلي، يلا ما صليتش ليه، يلا ما ذاكرتش ليه، طب صلي وبعدين ذاكر، طب هنفطر، مش عارفه ايه. لا، لازم الاول ان احنا نبقى عاملين عمليه تهيئه، ان احنا هنحدد جدول مواعيد معين، وهو توزيع التاسكس، توزيع المهام على البيت كله بما فيهم رب الاسره طبعا. لازم يشترك معانا خصوصا وقت قبل الفطار. فلازم نوزع المهام، يبقى في جدول اعمال كده، انت هتعملي كذا، انا هعمل كذا بالنسبه للاولاد، بحيث ان احنا نشاركهم يبقوا حابين شهر رمضان، يبقوا حابين انظم وقتي جراديوال. بعد كده يعني بالتدريج هم هيتعودوا على موضوع تنظيم الوقت. اهيئ لهم اولا ان احنا نبتدي، يعني لو في متقطعين في الصلاه شويه نبتدي نعودهم لا احنا هنثبت على الصلاه شويه قبلها، خصوصا ان شعبان هو يعني رمضان قد مصغر زي ما احنا بنقول. فنبتدي على الاقل من اول شهر شعبان تمهيد بالانتظام والثبات على الصلاه مثلا، بحيث ان هي ما تبقاش عائق ما بين كذا محور. دي نقطه مهمه جدا، نهيئهم على العبادات، مثلا ورد صغير مثلا، ده بالنسبه للاولاد اللي هم الكبار شويه، برضه يبقى حتى لو صوره مثلا في اليوم، الكلام ده كله بحيث ان هم ما يبقاش في عرقله ما بين حياتهم اليوميه، خصوصا ان احنا في ترم تاني، في امتحانات شهريه، في اختبارات، فموضوع رمضان في الدراسه بيبقى عرقله شويه، بس هو بيبقى ارتباط شرطي فقط. لكن احنا لو نظمنا وقتنا بالعكس، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام الغزوات كلها كانت معظمها في رمضان. لو شهر رمضان شهر الكسل ما كانش كنا قلنا خلاص الرسول عليه الصلاه والسلام كان قال خلاص في شهر رمضان هيستوب غزوات والكلام ده. حرب 73 نصر اكتوبر حققنا ده في رمضان. يبقى اذا رمضان مش عائق لاي حاجه كويسه، بل بالعكس هو تنظيم وقت. لما جينا نحارب نظمنا وقتنا، هنحارب امتى وازاي والكيفيه. فده المهم جدا، تنظيم الوقت لازم احنا اللي نساعدهم فيه، وده يبقى سيستم حياتهم عامه مش في رمضان بس. نستغل رمضان ان هو ده يبقى الحلقه عشان تساعد في الانتاجيه بعد كده ان شاء الله في حياتهم عامه. يعني طيب مكتوب لي في الاسئله اللي انا المفروض اسال، يعني اقول ازاي ده يحصل من غير الضغط على الاولاد. انا بقى عايز اسال ازاي ده يحصل من غير الضغط على الام اللي بتتابع الاولاد. ايوه تمام. اولا طبعا في بعض حاجات كتير جدا جدا بتبقى عامل نفسي وبرضه سيكولوجي، خصوصا مع السيدات يعني. طبعا ان احنا موضوع مثلا ممكن انا اكون مثلا متعوده ان انا اشرب كوبايه القهوه بتاعتي، كوبايه الشاي بتاعتي، فانا بعد برضه قبليها بفتره معينه عن الكافيين، نبتدي ان احنا نشرب المرطبات، نزود من المرطبات اكتر، بحيث ان احنا سيكولوجيا هيبقى معدل التعامل بتاعنا افضل، لان طبعا الحاله السيكولوجيه بتنعكس على الحاله النفسيه. فده مهم جدا جدا، نحاول نتحلى بالصبر، لان اصل رمضان هو صبر، يعني هو صبر على الطاعه، هو صبر على الصيام. فبالتالي نحاول نتحلى بالصبر عشان احنا بننشا جيل يبقى على طول رابط ما بين ان شهر رمضان شهر جميل، ماما فيه بتبقى كويسه جدا، بابا فيه بيبقى كويس جدا، بالمشاركه في الاعمال. مش ده كلام مثالي شويه؟ هو يعني طبعا في الواقع اللي بيحصل لما نخش بقى كده في رمضان في ارض الواقع، يعني قبل الفطار والدنيا لا، يعني اكيد برضو بيحصل حاله شد وجذب وغيره. أكيد. هنا بقى ده سؤال لحضرتك، اتفضل. وانا هنا بقى هاخد دور الاب بقى. تمام. هنا ازاي الاب ممكن لما يلاقي حاجه زي كده موجوده في البيت، حاله الشد والعصبيه او الغضب، ازاي هنا يتعامل مع افراد اسرته؟ تمام. يختفي من افراد اسرته ويعتذر لهم ويقعد يهرب هروب العظيم.
لسه كنت هقول طيب الاب في الوقت ده اصلا اوريدي اثناء وجوده قبل الفطار قبل فتره الفطار بيبقى فين يعني هو بيبقى فين لازم يبقى ليه تاسك لازم يبقى ليه دور حتى لو عمل السلطه معاهم مش مشكله بس دي بتبقى مشاركه دي مهمه جدا دي مهمه جدا جدا يعني موضوع المشاركه بجد حقيقي ما هو احنا لازم نعدي بالمثاليه في الوقت ده عشان زي ما قلت لحضراتكم احنا بنسيب امبريشن مهم جدا عند الطفل الصغير يعني ايه رمضان رمضان ده انا بلاقي فيه بابا يعني ممكن مثلا في بعض الاوقات المعينه ما بيكونش فيه مواعيد رجوع من العمل الكلام ده كله لا في رمضان كلنا بنتجمع على سفره واحده في وقت واحد بابا بيبقى معانا ودي بتبقى حاجه مهمه جدا جدا طبعا التجمعات العائليه والاسريه فحضرتك بتيجي قبلها مثلا بنص ساعه ما نحاولش ان احنا نقضي الوقت ده في نوم يعني حتى لو مش على مدار الشهر بس نحاول حتى لو مره مرتين ثلاثه انا قعدت معاكم وعملت السلطه الكلام ده كله ويبقى باستمرار على المشاركه حضرتك بتتكلمي عن التواجد والمشاركه مشاركه دي مهمه جدا جدا يعني كل واحد لازم يبقى ليه تاسك من اول رب الاسره وربه الاسره لحد اكبر حد لحد اصغر حد بالمشاركه يعني زي ما حضراتكم قلتوا في الانترو الجميله ان شهر رمضان شهر طبعا بنستقبله بالزينه والفرحه وكده فطبعا احنا حتى من قبلها موضوع مشاركه الاولاد في عمل فوانيس صغيره في البيت وتعليق الزينه في البيت ده بيدي فرحه عايزين نكملها مع الاولاد فلازم احنا اللي نبقى عناصر اساسيه في تهيئتهم للشهر نحاول نطبق ده ان شاء الله على ارض الواقع وفي نقطه مهمه تانية جدا برضو فضل. موضوع ان بلاش احسسهم واحسس نفسي ان انا عندي لود كبير جدا من التاسكس برضو احاول ان انا ابدا مثلا بالنقطه الصعبه شويه الاول وبعد كده ابدا بالقليل يعني اللي هو مثلا يعني ممكن نعمل one thing at a time يعني نعمل شيء واحد بس ده بيزود الانتاجيه افوكس على الاهم بوينت عندي واثقل بوينت عندي اعملها عشان بعد كده الكل هيبقى سهل بعد كده كل ترتيب الحاجات بتبقى سهله ترتيب برضو قبل الفطار احنا طبعا كل واحد بيبقى عنده شغل ماما بتبقى ممكن بتعمل وجبه الافطار بتحضرها لو في حد متواجد من الاولاد لازم يشارك انا مش فاهمه فين المشكله في الفطار يعني هو الفطار ده هو نفسه الغداء فهي ماما بتعمل الغداء كل يوم فهي هتبقى بتعمل الفطار بنفس عدد افراد الاسره بنفس الحاجه فالموضوع مش المفروض يبقى قصه ان احنا اتحجمنا بوقت احنا اللي عملنا له مشكله لكن ده المفروض يبقى اللايف ستايل زي ما انا قلت لحضرتك في اول كلامي ده اللايف ستايل المفروض اصلا في تجمع اسري على الغداء ده ثابت على العشاء برده ده ثابت اللي هو احنا مثلا ممكن نعتبره السحور احنا بس اللي عملنا ارتباط شرطي ما بين ان شهر رمضان في دربكه عشان انا اعمل حاجات كتير مع ان انا في العادي بعملها بس ايه الفرق ان انا بعملها وانا مش منظم صحيح. لكن انا لازم ابقى منظم كل الحاجات دي عشان اعرف اعمل انتاجيه كويسه طيب في سنه اولى صيام عندي السنه دي واحد في البيت او واحده في البيت لكل الامهات الصغننين اللي لسه عندهم اول حد يصوم بيصوم تمام اقول لهم يتعاملوا ازاي تمام طبعا ده نركز معاه جدا جدا نحببه في موضوع الصيام بان طبعا الاول احنا هنمهد له يعني ايه صيام طبعا عدد الساعات لازم ما يبقاش نفس عدد ساعات الصيام الكامله لا على حسب مقدرته واستيعابه لحد اخر الشهر بنوصل لمعدل حلو قوي من عدد الساعات اللي هو ممكن يكون صامها وفي بعض الاولاد بيقدروا يتحملوا ان هم ممكن يبقوا وصلوا لمرحله صيام اليوم الكامل يعني لحد ما في اعتبار احنا مش داخلين مسابقه احنا بنراعي السن وبنراعي الحاله الجسمانيه وبنراعي الحاله الصحيه للاطفال عشان كده قلت لحضرتك ما نخضعش لاي ضغوط مجتمعيه لا 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 خالص لا طبعا الحاجات دي كلها انا كسبت طبعا مش مقبول بيها خالص لان طبعا انا عندي طفل صغير انا مش عايز اكرهه انا بالعكس انا برغبه في حاجه زي كده فبالتالي لازم ابقى حاطه في الاعتبار كل الاعتبارات دي في طبعا موضوع المكافاه ده مهم جدا جدا طبعا. ان انا ايوه لازم احفزه ان انا بكافئ ان شهر رمضان اصلا ربنا سبحانه وتعالى عامل له هو نفسه مكافاه بباب الريان ونبتدي نتكلم بشكل مبسط عن المعلومه الدينيه وانا اوريدي ابقى مجهزه له برده مكافاه ماديه يعني بشكل حاجه هو بيحبها الكلام ده كله ايوه طب دكتوره ايمان برضو الى جانب العبادات طبعا والصلاه والانتظام في الصلاه والصيام مهم جدا كمان فكره انه شهر رمضان هو شهر الخير شهر المشاركه طبعاً. ازاي هنا ازرع في اولادي فكره ان هم يسابقوا في الخير زي ما بيقولوا ان هم ينزلوا يعني يوزعوا لو في حاجات وجبات مثلا او في خير بنقدمه لحد محتاج حد فقير
هنا مهم جدا اشتغل جداً على ده ازاي كأب وام. احنا هنشتغل عليه فندم قبل رمضان، يعني احنا موضوع التعبئه بتاعه شنط رمضان دي مهمه جدا. يعني احنا مثلا يعني على سبيل المثال مثلا احنا عندنا يعني في الاكاديميه مثلا عندي انا بخلي الولاد يجيبوا اقل القليل مثلا من البيت ونبتدي نعمل تعبئه شنط رمضان. في اولاد ما كانوش عارفين هم يعني احنا بنعبي ده ليه، بنعمل ده ليه. فقبل شنط رمضان انا مش هستنى رمضان لما يجي واوزع على المحتاجين، لا قبل شهر رمضان نبتدي نعلمهم يعني ايه تعبئه شنط رمضان. بننزل نوزعها بايدنا للمحتاجين. فبالتالي طبعا هو بيحس بينمو عنده احساس العطاء. جميل طبعا. وان ده شهر العطاء، شهر الخير. الثواب فيه بيبقى كتير. وبرده نحافظ عليها ان هي تبقى عاده مستمره، مش بس مرتبطه برمضان. يعني مش بس رمضان يجي بالزبط. فانا هساعد المحتاج، بس تبقى عاده مستمره بعد رمضان. كل ده كتنظيم وقت ما بين دراسه، برده احنا بنتكلم في نقطه دراسه. ان احنا برده زي ما احنا بنقول هم بيسهروا، ده بيبقى عائق جامد جدا ما بين تركيزهم في الدراسه. لا احنا نحاول نتعامل بشكل طبيعي جدا كانه يوم عادي، فرق بس في الصيام فقط بس، لكن التنظيم الوقت ده بيبقى ثابت عندي اكيد. دكتوره يعني سعدنا بوجودك معانا، وسعدنا بالكلام اللي حضرتك بتقوليه القابل للتنفيذ يعني حقيقي، لان فعلا الكلام يعني لما اتناقشنا في انه في بعض الحاجات قد تكون شديده المثاليه فهمتينا انه ده لازم يحصل بالمنظر ده علشان نقدر نوصل لشكل افضل للعلاقه الاسريه والبيت كله يبقى مستقر على مدار السنه مش بس في شهر واحد في السنه. ايوه طيب. نورتينا وشرفتينا دكتوره ايمان حفظي، استشاره التربيه والمدرب المعتمد في التعليم، ومصر كلها طيبه وبخير، وحضرتك طيبه وكل مشاهدينا بخير يا رب. دايما كده متجمعين على الخير ومتجمعين في رمضان، شهر البركه وشهر فضيل بنستناه من السنه للسنه. شكرا ليك يا منى. وبكره ان شاء الله كده خلصت حلقتنا النهارده من صباح الخير يا مصر. بكره بيتجدد الميعاد دايما زي ما تعودنا من 7 صباحا الى 10 صباحا. صباحكم زي الفل.